بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. فيش أحسن ولا أفضل ولا أجمل ولا أروع أني أبدأ بجماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. الحقيقة أنا عايز أقول لحضراتكم شكرا، وأنا حاقف احتراما الحقيقة للي حصل امبارح. شكرا على كل حاجة. أعظم جماهير في الكون، بشكركم جدا 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 على الملحمة اللي حضراتكم عملتوها النهاردة، مش امبارح يعني، من امبارح الساعة 12 بالليل، من ساعة ما بدأ الحجز لتذاكر مباريات النادي الأهلي في مونديال كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 ل 22 كالعادة، طبعا في ديسمبر المقبل، وكالعادة فريق النادي الأهلي مع الكبار، وجمهور النادي الأهلي يظل دائما هو الأساس في كل شيء. زي ما قلت لحضراتكم، أنا النهاردة ببدأ هذه الحلقة وأنا بقف احتراما وتبجيلا لهذا الجمهور الكبير الرائع، لهذا الجمهور اللي دايما بنتعلم منه كل يوم، اللي بنعرف قد إيه إن النادي الأهلي كبير وعظيم بهذه الجماهير الرائعة والكبيرة. يعني أنا عندي هنا شاشات كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا، ولكن كلها هو جمهور النادي الأهلي. أنا بشكركم جدا، مش محتاج أن أنا أشكركم، ولكن أنا سعيد جدا 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 باللي بيحصل من جمهور النادي الأهلي. سعيد بالمساندة، سعيد بحجز التذاكر اللي خلص في 4 5 دقايق، سعيد بكل حاجة. الحقيقة حضراتكم بتخلونا فخورين بأن احنا بننتمي لهذا النادي الكبير والعريق، ولو حتى يعني صفر على الشمال، لكن كلنا عايزين نعمل الأفضل دايما للنادي الأهلي. احنا الجمهور هو أول شيء في هذه المنظومة، بقية المنظومة كلها بتعمل جاهدة علشان ترضي جمهور النادي الأهلي اللي بالفعل يستحق كل الاحترام وكل التبجيل. النهاردة جماهير النادي الأهلي كانت في استماتة على حجز تذاكر مباريات الكاس العالم. الحقيقة الأندية رغم صعوبة الأمر، ولكن هي دي جماهير النادي الأهلي اللي معروف عنها أن هي عاشقة للصعب، لأنها تعرف كويس جدا كيف تتحدى الصعاب، تعرف كويس جدا كيف تؤازر وتساند. جماهير لها الفضل الأول بعد ربنا فيما وصل إليه فريق النادي الأهلي من العالمية ومن إنجازات وبطولات. النهاردة الحقيقة كان في ملحمة على موقع الاتحاد الدولي، وتحديدا على لينك حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023. جمهور الأهلي النهاردة كان متواجد وبكثافة كبيرة جدا جدا. تخيل حضراتكم لما تلاقي الويتنج ليست أو قائمة الانتظار 100,000 و150,000. تخيل أنا كجمهور متمسك بالحصول على تذكرة لمؤازرة لاعيبة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. هو الأهلي دايما مع الكبار، ممثل مصر والقارة الإفريقية في هذا المحفل العالمي بقالنا 4 5 سنين، مش مجرد مشاركة، لا، النادي الأهلي بيحقق ميداليات ومراكز متقدمة. عشان كده جماهير الأهلي معتادة إن هي تشوف فريقها مع الكبار، وشفنا كلنا مباراة السوبر الإفريقي في السعودية بغض النظر عن النتيجة يعني، ولكن ملعب المباراة ممتلئ تماما بجماهير النادي الأهلي، وكأننا بنلعب المباراة على استاد القاهرة وسط 120,000 متفرج. النهاردة الاتحاد الدولي طرح أول دفعة من تذاكر كأس العالم للأندية زي ما حضراتكم شايفين، وكان في سباق من جماهير النادي الأهلي وعلى من كل الجماهير الحقيقة، ولكن على رأسهم جماهير النادي الأهلي اللي كانت بتحجز المباراة رقم 2، ودي أول مباراة للأهلي في البطولة أمام الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي إن شاء الله يوم 15 ديسمبر. زي ما حضراتكم شايفين هناك إقبال كبير على التذاكر المطلوبة، لقد أصبحت الآن في قائمة الانتظار عدد الأشخاص 1,500,909 فرد. اللي انت بتقوله ده يا عم اسلام، والله ما انا، مش انا يا جماعه، دي جماهير الاهلي العظيمه مليون مصممه تدي ملحمه ودرس لكل جماهير العالم. يعني ايه حب نادي؟ يعني ايه حب نادي بقيمه النادي الاهلي؟ 1,500,000 اهلاوي او فرد
1,500,909، وده من نص ساعة. يعني في ناس من امبارح والناس بتستنى من ساعة ما بدأوا اللينك، يعني الناس بتستنى اللي قدامه 100 واللي قدامه 150,000، معرفش بيستنوا ليه، ولكن هذا هو جمهور النادي الأهلي العظيم. اللي أنا النهاردة والله العظيم ثلاثة، أنا من ساعة ما شفت هذه الأمور وأنا جسمي مش عايز أقول لحضراتكم أنا قاعد عامل إزاي. والله الواحد عايز يبكي من حلاوة هذا الجمهور. الواحد عايز يعني يعمل أي حاجة عشان خاطر هذا الجمهور. مش عارف أقول إيه، ولكن العادي إن ده جمهور النادي الأهلي. الشيخ أحمد لما كان معانا ضيف هنا الحقيقة كان سعيد جدا جدا بمؤازرة النادي الأهلي وقد إيه بيحب هذا النادي. كل الجماهير اللي حضراتكم شايفينها، لو أقدر أستضيفهم واحد واحد، والله العظيم ثلاثة أستضيفهم واحد واحد، لو أقدر أعمل كده أروح، نفسي أروح الاستاد وأستضيف كل جماهير النادي الأهلي ونطلع مع بعض كلنا على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي. وإن شاء الله ده اللي هنعمله خلال الفترات القادمة، هنحاول على قد ما نقدر، لأنه أنا بصراحة بعد اللي جمهور النادي الأهلي بيعمله، بعد اللي جمهور النادي الأهلي عمله بعد هزيمة النادي الأهلي السنة الماضية 5-2 أمام سان داونز، ووقفة الجماهير والإعلام وإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين وكله حط إيده في إيدين بعض لغاية لما خدنا هذه البطولة، ولكن الأساس يومها كان جمهور النادي الأهلي. من ساعتها لغاية النهاردة كل يوم ملحمة، أو كل أسبوع أو كل بطولة تجد ملحمة من جماهير النادي الأهلي العظيم. بشكركم مرة تانية، بحييكم على هذه المساندة الكبيرة والرائعة. أسعار التذاكر زي ما حضراتكم عارفين. أنا عايز النهاردة سمير لو سمحت تسيب لي دايما صورة الجمهور حواليا، لأنه هذا الجمهور يستحق أن يظل دائما في أعين ومحبي النادي الأهلي. لازم نفضل شايفينهم قدامنا، لازم نفضل سعداء بيهم، لازم نفضل عارفين قد إيه هم بيساندونا. والنهاردة في هذه الحلقة جمهورنا هو جمهور النادي الأهلي، هو بطل المشهد وكالعادة. أنا المفروض أعمل كل يوم الحلقة دي، ولكن النهاردة جمهور النادي الأهلي هو بطل هذه الحلقة، لأنه كالعادة بيدينا دروس في الانتماء. أسعار التذاكر زي ما تم الإعلان عنها 100 ريال للدرجة الأولى و75 ريال للدرجة الثانية و40 ريال للدرجة الثالثة و40 ريال لذوي الاحتياجات الخاصة. التذاكر مش رخيصة، خلي بال حضراتكم، ولكن هذا هو جمهور النادي الأهلي. هذا هو الجمهور العظيم اللي أنا بشكرهم مرة تانية وثالثة ورابعة، ومش عارف أقول لكم إيه غير إن إحنا بنحبكم جدا جدا جدا. أنا وصلت كل ده للاعبين وبعتت لهم كلهم تقريبا على الواتساب عندهم قد إيه جمهور النادي الأهلي عامل ملحمة كبيرة جدا 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 على الاستاد علشان يروحوا يتفرجوا عليكم يوم 15. ما نشوف هتعملوا ايه وهتموتوا نفسكم ازاي. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا قدها وقدود زي ما جمهور النادي الاهلي دايما قدها وقدود. مره تانية بشكر جمهور النادي الاهلي على هذه العظمه. النهارده ايضا طيب يعني برضو خلينا نروح للكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه، وبنبارك له طبعا على فوزه النهارده على بلديه المحله بهدفين مقابل لا شيء. انا اتفرجت الحقيقه على المباراه كامله. يا كابتن احمد الف الف مبروك. بقول لك ايه، انا كنت حاسس ان انت هتتشل الشوط الاولاني لما واخده يعني جوان كتيره جدا ضاعت من سموحه. يا ده ازيك يا اسلام، وحشني جدا. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الله يخليك. والله كنت هكلمك النهارده اقول لك انت واقف طبعا ايه هتتجن. ضيعنا فرص كتير جدا الشوط الاولاني تحديدا. الشوط الاولاني كان اللعيبه نفذت الضغط بشكل كويس جدا، جماعي وفردي. كان مجموعات ضغط، قدرنا نورث بعض لما عملنا الضغط قدام ال 18، قطعنا كور في مناطق قدام الجون عندهم، وده احنا كنا متفقين عليه كلعيبه يعني معاهم. معلش يا احمد، هل انت كنت يعني طبعا واضح ان هي طريقه لعب يعني ما كنتش خايف من فوز البلدية في المباراة الأولى على المقاولين العرب؟ البلدية كابتن أحمد عبد الرؤوف بيلعب من تحت لفوق، ما كنتش خايف اللي يعمل ده عندك مساحات ورا؟ أنا بخاف بس من عدم التوفيق. يعني احنا بناخد بالأسباب وبنتمرن بشكل كويس، اللعيبة بتجتهد واحنا بنجتهد بشكل كبير جدا، بس هو دايما المعضلة في الكورة
بتبدأ في بعض الأسباب خارج عن إرادتك كمدرب، ما بتبقاش قادر تمسكها، عدم توفيق، فرص بتضيع، قرارات غلط من اللعيبة في بعض المواقف الفردية، الحاجات دي هي دي التفاصيل الصغيرة في الكورة، ودي بتختلف من فرقة لفرقة. في فرقة في لعيبة أخطاء بتبقى قليلة، دي كواليتي كبير جدا، بس برضه بتخضع برضه للتوفيق نمرة واحد في قراراته مثلا في تضييع الفرص. لكن هو في الاخر انت بتعمل بتحاول بشكل كبير جدا تغطي للعيبه، واللعيبه تبقى عندها اليه ان هي، في ناس ممكن تكون مش مستوعبه بتحفظ، في ناس بتبقى ذكيه فبتستوعب بسرعه، فانت عندك المعضله دي، فانت بتحاول تنفذ تبقى فكره واحده اللعيبه كلها بتجري وراها. لكن هو الحمد لله الدوري طبعا صعب والدوري طويل. بادئ حلو يا سامي الدوري. طبعا، ليه؟ لان في يعني اغلبيه الفرق كلها بتجري ورا المكسب، اللعب دايما مفتوح لغايه اخر دقيقه، كله مش عايز يستنى، لان السنه اللي فاتت حصل في مشكله كبيره جدا في موضوع، كان حوالي 10 فرق او 8 فرق مهدده بالهبوط، كان نسبه كبيره جدا، فكل واحد عايز ياخد حقه بدري. عشان خلي بالك انت لما بتعمل الرسم البياني، انت لو وصلت ل 30 نقطه الدور الاولاني، انت غالبا او نسبه 90% هتوصل للمربع من الخامس، يعني في الحته دي من الاول للسادس. لا اسيبك من الاول، يعني انا بتكلم على الفرقه بتاع عندي، او الفرق اللي هي بتبقى محطوطه في الخامس او الرابع او الثالث في الحته دي. انت لما تجيب 30 بونت او 32 بونت الدور الاولاني، اولا الضغط بينزل على اللعيبه بالنسبه لك، خصوصا ان انا اللعيبه عندي بتبقى مش كبيره، يعني ما بعض الخبرات 3 4 لعيبه، لكن بقيه اللعيبه كلهم صغيرين ومش متمرسين قوي برضو في الدوري الممتاز. لكن بتوصل بضغط، فامكانياتهم تحت الضغط بتزيد اكتر. بس طيب، انت يعني سبت لعيبه برضو، او يعني النادي ترك لاعبين يعني زي صديق ابول، انا بشوف واحد من اللاعبين الجيدين جدا الحقيقه، انا عارف ان المبلغ كبير وكل حاجه، ولكن دايما اتفاقك مع المهندس فرج عامر اعتقد بيبقى مهم جدا في مثل هذه، او زي صفقه الاستغناء عن صديق ابول. بص، انت بتخضع برضه، يعني صديق ابول لا يمكن اقدر استغنى عنه، ما لسه كنت يعني انا كمدرب مثلا لا يمكن اقدر استغنى عنه، بس انت مش حكايه، بس انت في نفس الوقت انت مع، يعني انت مش النادي الا مدخولاته الكورة كبيرة. صحيح. انت معتمد على اللعيبة، فانت ما بتبقاش كمدرب طماع، يعني انا ابقى طماع، يعني انا لا مش هيمشي، ممكن النادي يسمع كده، بس هيحصل ازمة مالية للعيبة في عقودها، مش هيقدروا ياخدوهم قد ما تقدر. هتأثر على الفرقة كلها بعد كده. هتأثر على الفرقة كلها، فانت مضطر. لكن صديق أجولة لو عندك رفاهية، لو انا كمدرب عندي رفاهية انه يقعد في معايا الفرقة، طبعا هيقعد وهيبقى اضافة كبيرة جدا، وتبقى التارجت اعلى شوية. فاهمني؟ لان اللعيب مهم، لكن انت بالنسبه لل 25 او ال 24 اللي اتباع بيه، دي غطت مقدمات عقود اللعيبه ونسبه 50% من عقود اللعيبه، فانت بالنسبه لك شلت من على كتفك كبير، وانت في نفس الوقت بنحاول نعيد تطوير لعيبه، لان صديق جوله ده انا اللي جايبه. لسه كنت هقول لك، انت من المدربين او من المديرين الفنيين يا احمد، وجهه نظري يعني من المديرين الفنيين اللي بتقدر تطور اللاعبين بشكل كبير. والله يعني ده توفيق من ربنا يسلم. بس انا عايز اقول لك على حاجه، صديق اجولا ده بالذات، اجولا انا جايبه من اكاديميه في نيجيريا، مش لعيب في نادي. والله ما كانش لعيب في نادي. انت اللي جايبه من اكاديميه اعتقد، ها؟ اكاديميه في نيجيريا. وانا سمعت ان هو اختبر في فرق هنا في مصر يعني، وما خدوهوش ساعتها. لا، هو يعني هو كان في مشكله، بدل ما يجي لي هو كان جاي لي، بس حصلت مشكله، فراح الفرقه دي اختبر فيها حوالي شهرين، قالوا له ما تنفعش، فمش بالظبط. انت عينيك بقى هنا، ومش صديق بس على فكره، عدد كبير من اللاعبين. يعني انا بصراحه كنت متصور انه لو زياد طارق مثلا من اللاعبين الجيدين، لو كان قعد معاك انت تحديدا، كان يعني وجهه نظري كاسلام يعني كراجل فني شويه، كان راح في حته تانية. لا، زياد كان عنده مشكله لما انا جيت، كان طبعا انت عارف الازمه اللي حصلته في نادي قبل ما اجي، يعني فكان عنده مشكله يعني مع النادي، يعني ايه يعني احساسه ان هو يلعب في النادي في المكان ده، فحصل له مشكله نفسيه مع النادي نفسه، مش النادي ما عملوش حاجه، بس هي كانت فنيا كان في مشكله، كان طبعا كابتن طارق مش عايزه والكلام ده، فطبعا اثرت نفسيا، وجهه نظر، فكانت ازمه نفسيه، فهو في الاخر ما قدرش يكمل في المكان ده يعني.
بس كده. تصورك للدوري خلال هذا الموسم، هل سيكون يعني سواء في القمة أو في القاع زي السنة اللي فاتت يعني، ولا ممكن نلاقي مفاجآت؟ لا ممكن تلاقي يعني مفاجآت، يعني مفاجآت في القمة هتبقى يعني، هو أنا شايف التنافس هيبقى في يعني في النادي الأهلي، بعديه بيراميدز، بعديه الزمالك، شوية فيوتشر، المصري برضو عامل سكواد كويس، فيعني التنافس في الحته اللي فوق بتاع بطل الدوري صعب هي فرقتين ثلاثه، فرقتين ثلاثه يعني بكتير. لكن هو في الاخر انت بالنسبه لك، بالنسبه مثلا للنادي الاهلي، عشان انا بتكلم في قناه نادي الاهلي برضو يعني اوضح لك، بالنسبه للنادي الاهلي عنده طبعا فرقتين، يعني عنده فرقتين ما شاء الله، ففي الاخر هو ما بيفقدش نقط، يعني ما بيديش هدايا. فدايما هو دايما هتلاقيه ليدنج، يعني ايه دايما هو حته لكن هو طبعا عنده دكه وعنده الناس حتى اللي بره والناس اللي بتبدا، والراجل كمان الراجل كولر برضه منظم قوي يا اسلام في موضوع الروتيشن، ما بيعملش روتيشن اعتباطي يعني، برضه منظم في الموضوع ده جدا، فده برضه بيدي برضه نسبه كبيره جدا من اللعيبه بتبقى جاهزه. بس خلي بالك انت برضه، برافو عليك، لكن برضه انت في النادي الاهلي انت عندك مثلا السنه دي اعتقد 7 أو 8 بطولات وكلهم ورا بعض، ما بينهم كمان منتخب مصر واختيار 7 أو 8 أو 9 لاعبين من منتخب مصر من النادي الاهلي لمنتخب مصر، فبالتالي مجموعه ال 10 11 لعيب اللي بيلعبوا سواء في النادي الاهلي او حتى المحترفين اللي بيلعبوا مع منتخبات بلادهم، اعتقد هيبقى عندهم السنه دي موسم صعب جدا يا كابتن احمد. ايوه ماشي، بس في الاخر ما هو دي بقى برضه ميزه الموضوع في كولر، ان هو بيدير ال 30 لعيب اللي عنده زائد الناس اللي صغيره، بيدير في موضوع الروتيشن ده كويس، لان انت محتاج تبقى منظم في موضوع الروتيشن، هتبقى نسبه كبيره مش 10 او 11 اللي جاهزين بس، لا انت عايز تجري في حوالي 25 لعيب، مظبوط، 26 لعيب جاهزين. فالكلام ده هو كولر بيعمله كويس. وهي دايما بتبقى اعتقد عمليه شاقه، موضوع الروتيشن ده عمليه شاقه على المدرب، وجهه نظري شاقه على المدرب، وكمان في لعيبه ما بتتفهمش الموضوع. ايوه هي دي القصه بقى الكبيره. فانت في الاخر انت دورك ان انت مش برضه ما تشتغلش يعني حته ان عافيه مع اللعيبه او الكلام ده، لا اللعيب لازم يفهم. لما يفهم بعد كده اللي مش هيتقبل هو يتعاقب، لكن هو في الاخر لازم اللعيبه تفهم، لو فهمت في الموضوع ده هيقدر ينزل 10 دقائق ربع ساعه الماتش ده يبقى قوي جدا، ينزل الماتش اللي بعده من بدايته يبقى قوي جدا. فدايما هو بقى متقبل القرارات دي لانها لمصلحته مش ضده. الماتش اللي جاي اسمه هيلاعب مين؟ المقاولين اعتقد، صح، في اسكندريه. مش كده؟ اسكندريه. ان شاء الله يعني ربنا يكرم، تكون مباراه جيده تليق بالفريقين الكبيرين سواء سموحه او المقاولين العرب. انا بشكرك جدا يا كابتن احمد سامي، والف الف مبروك على الثلاثه نقاط النهارده بعد التعادل في استاد اسكندريه في اولى المباريات امام الجونه. شكرا جزيلا لكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه. زي ما قلت لحضراتكم النهارده عيد ميلاد كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الاهلي. النهارده كابتن بدر بيتم عامه الـ60. الحقيقه ما فيش اتنين بيختلفوا على كابتن بدر، موهبه سواء كلاعب او كمدرب. خلي بال حضراتكم كابتن بدر مساهم في صعود مصر لكاس العالم 90، كان اساسي طول التصفيات، ما اتخذش الحقيقه في النهائيات، لكن كابتن بدر كان يعني كلاعب اللي ما اتفرجش على بدر رجب فاتوا كتير جدا جدا. كابتن بدر كمان بقى لما مدرب تخرج من تحت ايده جيل كبير وعظيم من لعيبه الكوره الحقيقه اللي اصبحوا نواه لمنتخب مصر دلوقتي، على راسهم كهربا، تريزيجيه، ايمن اشرف، احمد شكري، مؤمن زكريا، هشام محمد، اسماء عديده موجوده الحقيقه ما زالت موجوده. عشان كده النهارده في البيت الكبير عايزين نقول لكابتن بدر رجب كل سنه وانت طيب ولكن بطريقتنا، ونقول له الحمد لله على سلامته. كابتن بدر كان تعبان شويه خلال الفتره السابقه، ويعني يمكن انا كنت من المقصرين اللي انا كلمته مرتين ثلاثه، هو طبعا ما ردش، ولكن الف سلام عليك يا كابتن بدر، وحمد لله على سلامتك، ودايما في وسط حبايبك واهلك وناسك. كابتن بدر رجب لاعبا محترما ومدربا خلوقا ومحترما، ولسه هيعمل لنا ان شاء الله او هيعمل للنادي الاهلي اجيال واجيال من المواهب خلال الفتره القادمه. احتفلنا بكابتن بدر رجب بطريقتنا الخاصه، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. كل سنه وانت طيب يا كابتن بدر، وحمد لله على سلامتك، ودايما في وسط اهلك وحبايبك وناسك. ان شاء الله بكره فريق النادي الاهلي هيستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه
سان جورج الاثيوبي يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في مباراه العوده لدور ال 32 لبطوله دوري الابطال الافريقي. مباراه مهمه. الاهلي قدر ان هو يكسب في مباراه الذهاب اللي هي تعتبر خارج ارضنا بثلاثيه مقابل لا شيء، ولكن في مثل هذه المباريات بيبقى عندك الفكره اللي الكابتن احمد سامي كان لسه بيتكلم عنها وهي الروتيشن. كيف تستطيع ان تعمل الروتيشن من خلال هذه المباريات؟ هتقول الروتيشن من دلوقتي يا عم اسلام، احنا ما لعبناش 3 4 ماتشات. هقول لك اصبر اصبر، الماتشات اللي جايه عامله ازاي؟ الماتشات اللي جايه انت في اي في توقيت معين، اعتقد في شهر من اواخر 11 كده لاواخر 12 النادي الاهلي هيلعب كل يومين كل 3 ايام مباراه يوميا، كل 3 ايام مباراه. ولكن هناك امور واشياء اخرى من وجهه نظري في هذه المباراه مستر كولر عايز يحققها في مباراه العوده امام بطل اثيوبيا. النهارده كان الفريق حصل على راحه سلبيه لمده 24 ساعه على ان يستأنف تدريباته ثم يخوض معسكر يوم الخميس القادم. عموما خلونا نطلع نشوف تقرير ثم نعود لحضراتكم من جديد، والأهلي واستعداداته لمباراة يوم الجمعة القادم. نروح للفقرة القادمة وفقرة حائط صد. الحقيقة من امبارح للنهاردة ما زالت ردود الأفعال بتتوالى على التصريحات، هسميها الخزعبلية. أنا ما أعرفش يعني إيه خزعبلية، ولكن خزعبلية اللي اتقالت على التلفزيون السعودي الحقيقه من احمد حسام ميدو. حتى الساده السعوديين والاعلاميين السعوديين استنكروا هذا الكلام. وحتى هذه اللحظه كنت اتمنى على ميدو اللي عاش في اوروبا واللي مش عارف ايه في اوروبا والدول المتقدمه، الناس لما بتغلط بتعتذر، ولكن حتى الان لم يعتذر. واعتقد انا ما اعرفش الحقيقه ان جمهور النادي الاهلي كان من الممكن ان يقبل هذا الاعتذار بعد الكلام اللي قاله. يعني انا سمعت، ما اعرفش هل ده صحيح ولا لا، ان بيقول ان هو بيهزر. هذا الهزار غير مقبول. هذا الهزار اذا كنت بتهزر يعني، فهذا الهزار هو هزار غير مقبول. ويبدو ان الطموحات الشخصيه لميدو بعد ابتعاده عن التدريب ثم الذهاب الى التلفزيون ثم العوده للتدريب مره اخرى، يعني ميدو برضه عمل لنا حاجه غريبه ان هو اشتغل في التدريب وفي التلفزيون مع بعض، فبرضه دي كانت حاجه غريبه. لكن تمام، هو من وجهه نظري ميدو بيقدم نفسه يعني ككادر يبحث عن الترند وبيبحث عن الشو الاعلامي وبيحب ان هو يلعب كده مع الجمهور من خلال السوشيال ميديا، لانه الكلام اللي قاله ده يعني اللي انا بشوفه ان ميدو اعقل من كده بكتير. يعني احنا كلنا كنا متوسمين، يعني انت لو عايز تقدم نفسك ككادر في نادي الزمالك مثلا، هو انت لازم يبقى عندك، لازم تطلع تتكلم وتقول مثل هذا الكلام عشان تبقى كادر في نادي الزمالك؟ بالعكس، نادي الزمالك نادي كبير ومحترم، ويعني اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت هو اللي كان الاستثناء، هو الاستثناء. ما انت ممكن ترد كويس جدا على اي حاجة انت عايز تقولها او اي حاجة حد عايز يقولها، ولكن من خلال قناة الاهلي مثلا لما بنيجي نرد بنرد ازاي؟ بمنتهى الاحترام، ما بنغلطش. عشان كده الكلام ده لا يصح ان يصدر او ان يخرج بهذا الشكل. هزار بقى مش هزار، الكلام اللي بيطلع اليومين دول. كان من المفترض انه ميدو ده قعد فتره طويله جدا في اوروبا وشاف كتير في اوروبا، اكيد ما فيش مثل هذه الخزعبلات اللي بتتحكي وبتتقال. الشيوخ اللي بيرددها وما اعرفش شافها فين في اوروبا ميدو، ويعني الحقيقه شكله وحش والله العظيم بجد، لان حتى اشقائنا في السعوديه استنكروا هذا الكلام. انا امبارح قلت الكلام ده وبقوله تاني النهارده، لكن اللي خلاني اتكلم في هذا الموضوع النهارده هو ردود الافعال في السعوديه. زي ما قلت لحضراتكم امبارح برضو، انا كلمت عدد كبير هم اصدقائي واخواتي من لاعبه نادي اتحاد جده، كلهم مستعين وزعلانين جدا. في السعوديه باختصار فاهمين وعارفين كويس قوي قيمه وقدر النادي الاهلي، وانا بشكرهم جدا جدا على هذا الامر.
عارفين ان هم على موعد في مباراه مرتقبه ومتوقعه مع النادي الاهلي واتحاد جده في بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله. يعني ان شاء الله تبقى مباراه حلوه جدا عشان تبقوا عارفين. انا كنت من الناس اللي لعبت ضد اتحاد جده في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي، اتغلبنا في هذه المباراه 1-0، وكانت البطوله الاولى لنا في كاس العالم للانديه، وكانت في اليابان، وكانت الامور صعبه جدا جدا، ومع ذلك كانت الاجواء رائعه ولاعيبه اتحاد جده. انا فاكر يعني حتى كنت انا لسه جاي من اتحاد جده رايح النادي الاهلي، وبالتالي اللعيبه كانوا قريبين مني جدا وعملوا معايا وتربطوا بيهم علاقات قويه جدا يعني في ذلك الوقت ولغايه دلوقتي الحقيقه. فاعتذارك من عدمه شيء يخصك، ولكن انت اسأت لنفسك، لان النادي الاهلي اكبر من ان انت تسيء ليه. انا بس يا جماعه تزعلوش مني، انا خايف على عقول الشباب الصغيره. ميدو في ناس بتحبه، خلي بال حضراتكم، في ناس بتحب ميدو جدا، وانا برضو اللي بيتفرج علينا برضو بخاف على شباب، لانه ممكن يتخيل او يتوقع ان الحاجات دي ممكن تحصل، او ممكن حتى واحد بيحب ميدو مثلا فيصدق هذا الكلام، يتخيل ان ممكن يكون في سحر هو اللي بيعمل كده للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي يكسب. فالشاب ده عقليته كده باظت يا جماعه، ما نقول ده ملعب. طب بقول لك ايه، الشاب ده لما يجي يتفرج عليك يا ميدو ويسمع مثل هذا الكلام ويؤمن بيه، يسيب بقى مدرسته ويسيب كراسته ويسيب دروسه ويسيب قنواته اللي شغاله ويسيب كل حاجه ويروح يجري على الشيوخ عشان ينجح والاعمال عشان ينجح. طريق اسهل بقى زي ما انت بتقول، او لان ميدو برضه هكررها مره تانية وثالثه وعشره، ميدو له مريدين ومحبيه. ما لازم اقول هذا الكلام لانه شيء ام ابينا، ميدو له محبينه. فشباب سمع الكلام ده يقول لك اه، اذا كان ميدو بيقول هذا الكلام، ميدو اللي قعد في اوروبا 10 15 سنه ولف كل انديه في العالم، انديه كبيره جدا، ميدو اللي في اوروبا بيقول الكلام ده. فانا يا طفل او يا شاب يا غلبان يا يعني ما شفتش الدنيا وما شفتش اي حاجه وعندي ثانويه عامه او عندي اعداديه، اقول لا لا خلاص بقى. لما امي تيجي تقول لي ذاكر يا ابني عشان الاعداديه، اقول لا لا، ما كابتن ميدو طلع قال ان السحر بيكسب النادي الاهلي، فانا عندي حل ان انا اروح اشوف شيخ ينجحني في الاعداديه او ينجحني في الثانويه العامه من غير ما ذاكر ومن غير ما ابقى فاهم ومن غير اي حاجه خالص بالفهلوه يعني. هل دي الافكار اللي عايزين نوصلها؟ هل دي رساله الاعلام اللي احنا عايزين نوصلها؟ رغم ان انت بنفسك وبعظمة لسانك قلت الكلام ده ايام كان مدير فني يعني للزمالك، قلت يعني ان كان بيجوا الشيوخ عن طريق تحصن اللعيبه قبل المباريات المهمه والكلام ده. الحقيقه يعني انا مستغرب جدا 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 من ميدو، وكنت انتظر ان هو يطلع امبارح يعتذر لجمهور النادي الاهلي وللنادي الاهلي، لانه ميدو غلط قبل كده واعتذر وهو عارف ان هو غلطان. هو بيحاول دلوقتي يقولك ان انا كنت بهزر وبتاع، لو انت بتهزر يا ميدو الموضوع اصعب واصعب واصعب. افتكر دايما ان هناك شباب ينظر لك كمثل اعلى، فعليك مسؤوليه مجتمعيه في كل كلمه انت بتقولها. دي وجهه نظري وهفضل اقولها وهفضل احافظ عليها، لان انا بتعلمها من النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي. طيب الحقيقه ايضا واحد خرج علينا خلال الساعات اللي فاتت، والحقيقه هو معتاد ان هو يطلع يقول كلام كوميدي يعني، انا الحقيقه مش هوصفه غير كده يعني، لانه ده اكيد كان بيتفرج على برنامج كان بيجي من سنين كده، كان في واحد بيطلع اسمه الخليل كوميدي يعني، بيقعد يعمل لنا نكت، هي نكت مش نكت بس بتضحك عليها. بيقول لك ان الاهلي مش بيرضى انه يسيب لاعبته لمنتخب مصر عشان الاهلي يكسب وهو اللي يفرح مصر. بالذمه يا جماعه ده اسمه كلام؟ بالذمه ده كلام؟ وحضرتك عايش معانا هنا في مصر اصلا ولا ايه؟ استحاله تكون عايش معانا وتقول مثل هذا الكلام، لان كل المنتخبات الوطنيه بجميع اعمارها السنيه بفضل الله من كيان النادي الاهلي وفي كل الالعاب الرياضيه، وكلنا هنا سواء في القناه
او في غير القناه او النادي او المركز الاعلامي او اي حته او اي اهلاوي دايما يقول ايه؟ مصلحه المنتخب الوطني والمنتخبات الوطنيه اهم من اي شيء. وجبت لحضراتكم 100 مره قبل كده كابتن جوهري وهو كابتن خطيب انا اسف وهو دايما بيتكلم وبيقول كلمه واحده بس، مصلحه مصر اهم من اي شيء. لان احنا ببساطه روح شوف التاريخ، النادي الاهلي اسمه نادي الوطنيه، إنشاء وفكرة النادي الأهلي جاءت على أساس الوطنية ولم شمل جميع أطياف الشعب المصري. فحضرتك جاي تقول الكلام ده دلوقتي على أي أساس؟ يعني سؤالي بس، هو إحنا مش لعبنا كأس العالم للأندية ولعبتنا كانت مع منتخب مصر؟ فين العقل في مثل هذه التصاريح؟ انتوا عارفين يا جماعه بجد، انا بنصح كل الناس اللي بتفكر بهذا الشكل، انا اتفرجوا على فقره بالعقل عشان تعرف ان في كلام لازم يكون بالعقل وتتعلم ان انت تستخدم العقل شويه، المنطق في التصريحات، لانها بالشكل ده بجد والله العظيم ثلاثه. انا كنت من الناس التي لا تؤمن بالتعصب والله بجد، يعني أنا ممكن في حاجات تحصل وما ردش عليها ما تخصني، ولكن النادي الأهلي دايما بيبقى عنده الصبر في كل شيء، وإحنا بنتعلم الصبر والحكمة في كل شيء الحقيقة، فدايما بنصبر 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 لغاية لما بقى يعني هنعمل إيه؟ إحنا مش صابرين مغلوب على أمرنا أبدا، ولكن احتراما للناس اللي قاعدة بتتفرج علينا، احتراما للشباب. الشباب يقول إيه يا جماعة في مثل هذه الأمور؟ يقولك إذا كان ميدو الراجل اللي قاعد في أوروبا، ميدو اللي قاعد في أوروبا بيقول سحر. فحاجة يعني غريبة جدا جدا. عموما خلونا نروح للفقرة اللي بعد كده، فقرتنا الثانية، فقرة بالعقل. طيب هو موضوع تاني انا عايز اتكلم فيه، ورسالة الى مسؤولي اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام. خدوا بالكم، الضغط على الحكام بدأ مبكرا. مش معنى ان النادي الاهلي تأجله في هذه الجولة ماتش سيراميكا يبقى مش هنتكلم، لا هتكلم وهوضح كل الحقائق وهنكشف مخطط هدم وتدمير الحكام لصالح فرق. خلال الساعات اللي فاتت شفنا اعتراضات قوية وبالمناسبة على التحكيم يعني، وشفنا حاجات لا تليق بهيئة الحكام أو بهيبة الحكام داخل الملاعب. يعني امبارح في مباراة الزمالك كان في مترجم هيضرب حكم وهيتعدى عليه بعيدا عن الأخطاء الفنية جوه الملعب. أنا هنا بتكلم على الجانب الآخر، هي هيبة الحكام. هيبة الحكام دي حاجة كبيرة جدا، عنده أخطاء فنية الحكم مليون في المية، عنده أخطاء فنية. أنا واحد من الناس شايف إن عنده أخطاء فنية واضحة في مباراة امبارح، ودي حاجة غريبة جدا، يعني غريبة جدا بالنسبة لي. خلي بالكوا، أخطاء فنية للفريقين امبارح، ولكن محدش اتكلم على المترجم اللي كان بيتهجم على الحكم وعايز يضربه. محدش اتكلم ولا حس ولا خبر. في مؤثرات دلوقتي بتحصل على التحكيم ولجنة الحكام. عشان كده دايما بحيي النادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي بخبرتهم ان هم شايفين المشهد من بدري، أرسلوا خطابات ومناشدات بيطالبوا فيها بتطوير منظومة التحكيم، ويمكن في هذا البرنامج عملنا حلقة كاملة على هذا الأمر. دلوقتي أنا بشوف صحة هذه الخطابات. أخطاء فنية؟ في أخطاء فنية، لكن هل معنى إن أنا عندي أخطاء فنية الحكم عنده أخطاء فنية أطلع أضربه؟ أجري وراه أضربه؟ يا جماعة عشان نطور، لا يصح ما حدث خلال الساعات الماضية مع التحكيم والتقليل من هيبة التحكيم بهذا الشكل والتجاوزات اللي حصلت وشفناها امبارح. ده محمود متولي قرب من وليد عبد العزيز، كابتن وليد عبد العزيز اداله كارت احمر السنه اللي وليد عبد الرازق السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها. تخيل حضرتك ان كان في مدرب كابتن مدحت عبد الهادي مدرب نادي الزمالك كان عنده عقوبه بالايقاف مباراتين، شفناه امبارح في ارض الملعب
كانه شفاف كابتن مدحت، وبيتكلم مع الحكم وحديث طويل جدا. يعني هل هذا الكلام يصح بعيدا عن اسم نادي الزمالك؟ عشان ما حدش يدخلني في الزمالك، اهلي وزمالك يعني، لا انا بتكلم عن مدرب موقوف ماتشين، يبقى موجود ازاي في الماتش يا جماعه؟ مش عارف. طب دي لو حصلت مع الاهلي ايه اللي هيحصل؟ على فكره ممكن حد يطلع يقول لي اسلام لا سينفذ الايقاف من المباراه القادمه. سمعا وطاعه، قولوا لنا الكلام ده يا جماعه، قولوا لنا الكلام ده عشان نبقى فاهمين، ما نطلعش نتكلم عن امور بهذا الشكل وهي مش مفهومه. احنا لازم نحسن من سلوكنا، ولازم نكون قدوه للجماهير والشباب اللي بتتفرج على هذه المباريات. بالنسبه للتحكيم كل فريق ياخد حقه، مفيش مشكله، وانا دايما بقول كده. للاسف بعض من لا يشجع النادي الاهلي فاهم ان التطوير ده ظلم لفريقه، لان هم يعني في بعض الفرق واخدة على الاحتواء وبتحب النغمة دي وبتحب روح البروتوكول، الحاجات اللي احنا مش فاهمينها. فنفسه الدوري يلعب يتلعب دوري الاحتواء وروح البروتوكول، ونحن لن نسمح بذلك، جمهور الاهلي لن يسمح بذلك. فإذا كنت فاكر ان التطوير اللي حضرتك بتطالب بيه هو ظلم لفريقك، خليك في المظلومية بقى. ما انا مش هعمل ايه يعني؟ اي فريق يعني، انا ما بتكلمش على فرقة واحدة، انا بتكلم على اي فريق. لأن العدل بيقول إن الفرق بتدور على العدل والعدالة التحكيمية. الكلمة اللي بنقولها دايما، المسطرة الواحدة في القرارات. لكن واحد يجري ورا الحكام عشان فريقه اتظلم من وجهة نظره، غريبة جدا. مدرب موقوف ماتشين ويبقى موجود في الملعب ويتكلم مع الحكام ويعمل، غريبة جدا. في هذا البرنامج دايما بنطالب ان كل الفرق تاخد، النادي الاهلي وكل الفرق، انا يعني قناه الاهلي فبتكلم عن النادي الاهلي، ولكن احنا هنا دايما بنقول ال 18 فريق ياخدوا حقهم، حتى لو الحق ده هيكون من في مباريات الاهلي عادي طالما حق. لكن بيهمني ان انا اخد حقي، لانه بصراحه نغمه برضو غريبه جدا وعبثيه طالعه خلال هذه الفتره او خلال الساعات الماضيه، اللي بتقول ان الخطابات اللي الاهلي ارسلها بيطالب فيها بتطوير منظومه التحكيم هي سبب الظلم لبعض من وجهه نظرهم بعض الانديه بتتعرض له. انا بستغرب جدا جدا من هذه الامور. طول ما احنا عايشين في نظريه المؤامره، عمرنا المؤامره الكرويه يعني، عمرنا ما هنتقدم ولا خطوه واحده للامام. يا جماعه مصر كلها اتطورت وتغيرت للاحسن، الجمهوريه الجديده في كل مكان. الجمهورية الجديدة في كل مكان. إذا كان أي نادي في مصر له حق، من حقك أن أنت تخاطب اتحاد كرة القدم، من حقك تعمل اللي أنت عايزه، ولكن مش من حقك أن أنت تجري ورا حكم وتضربه أو تبقى عايز تضربه، ومش من حقك أن أنت تبقى موقوف ماتش. على فكرة لو مارسيل كولر نفسه موقوف ماتش، هقول هذا موقوف ماتشين، هقول هذا الكلام برضه، لأن أنا عايز لوائح تطبق بعدالة تحكيمية لكل الفرق وليس فقط على النادي الاهلي. تيجي على النادي الاهلي يقول لك زي ما حد يقول لي يعني يا كابتن اسلام انت اهو بتقول، واحد ما بيشجعش الاهلي يعني، انتوا بتردوا على يعني، لا سيب بيدو يتكلم ويعمل اللي هو عايزه واحنا ما نطلعش نرد. لا ما حدش يطلع يقول حاجه يا جماعه عشان حضراتكم ما تزعلوش، انا عمري ما برد وبغلط في حد بالمناسبه، وبنحترم كل الناس، ولكن هنعمل ايه؟ ما هو واحد يطلع يقول لك سحر، فالشباب هيبص عليه ازاي؟ وحد تاني لائحة يجب أن تطبق، ما بتطبقش، معرفش ليه الحقيقة. أتمنى أن حد يرد لنا على هذه الأمور وفي أسرع وقت. صنع في الأهلي وكالعادة. خلينا نروح نشوف فقرتنا الثالثة، فقرة صنع في الأهلي. صنع في الاهلي النهارده، معانا واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر لتنس الطاوله الكابتن شادي مجدي. بدا من ناشئين النادي الاهلي حتى الفريق الاول، وحقق العديد من البطولات سواء محليا او افريقيا او عربيا، حصد مع منتخب مصر العديد من البطولات وحفر اسمه من ذهب في ملاعب تنس الطاوله. خلونا نطلع نشوف هذا التقرير وصنع في الاهلي مع كابتن شادي مجدي، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
والله لا يعني انا ابتديت هنا في الاهلي برضو، لعبت جمباز الاول. انا ابتديت من يعني حياتي كلها هنا في الاهلي عموما، لعبت جمباز من وانا عندي سنتين، كانت هنا في الصاله اللي هنا في الاهلي جزيره. قعدت من سنتين لحد عندي 5 6 سنين بلعب جمباز. بعد كده كان والدي الله يرحمه كان بيلعب اصلا بينج بونج، فطبعا كاي طفل صغير على طول مع والده وكده يعني، فاتفرجت عايز اجرب. جت من هنا ان انا جربت الاول، عجبني الموضوع والحمد لله يعني الناس يعني في الفرقه عندنا شافوني من وانا صغير قالوا لي لا انت ممكن يبقى في منك بوتنشال يعني ان انت تبقى لعيب كويس. فمن هنا بقى جت البدايه يعني، ابتديت وانا عندي 6 سنين في النادي هنا، والحمد لله لحد دلوقتي هو لسه موجود. هو في الاول كان بتبتدي طبعا في المدارس الاول، كان انا مش عايز انسى اسامي يعني، بس كان مسعد، كابتن مسعد روحيان كان هو المدرب بتاعي ده في البدايه خالص. تبقى انت لسه بتتعلمي الاساسيات يعني والكلام ده كله، قعدت سنه فيها. وبعد كده دخلت على الفرقه، بيبقى اللي هي بيقولوا فرقه به لو انت لسه يعني بتقول يا هادي. جت من هنا برضو بتعدي فيها برضو سنه سنتين، اللي هو لسه بتاخدي البيزكس والاساسيات بتاعه اللعبه كلها، لحد ما يبقى خلاص يحس ان انت عندك الاساسيات كلها، تبتدي بقى تتصعدي مع الفرقه اللي هي يبقى خلاص انت كده فرقه تقدري تلعبي عموما، تقدري تشاركي في اي بطولات بقى رسميه سواء مع النادي او طبعا ما فيش منتخب ساعتها بس يعني مع النادي يعني. فجت من هنا تقريبا وانا عندي 7 سنين أو 8 سنين كانت جت اول بدايه ليا في البطولات الرسميه مع النادي. ابتدينا بقى في بطولات القاهره، فرق الحاجات اللي هي بتبقى لسه بسيطه خالص، بتدخلك بس في الجو العام بتاع البطولات، لان انت وانت صغيره بتبقي طبعا الدنيا يعني مش واضحه بالنسبه لك، او المنافسات بالنسبه لك الدنيا مش يعني اللي هو حاجه غريبه عليك يعني. بس فجت من هنا البدايه، وابتديت بقى واحده واحده اتدرج في الفرقه. احنا عندنا كان 12 سنه 15 سنه 18 21 بعد كده الفريق الاول يعني. فكان كل سنه بقى خلاص يعني طبعا بتقعدي تاخدي سنك كامل في الفرقه وهكذا، بتبتدي بقى تتصعدي في الفرقه بعد ما تخلصي سنك نفسه يعني. بس جت على سن ممكن 15 سنه كده او حاجه، ابتديت اتصعدت انا مع الفريق الاول. ان هو كان انت لما بتبقي انت مثلا متميزه او بتاخدي في اول في السن بتاعك، بيصعدك مع الفريق الاول عشان لو هو شايف بقى ان انت ممكن مع الناس الاكبر منك الدنيا تتحسني اكتر واحسن وكده يعني. هو عموما يعني من واحنا صغيرين متعودين هنا في الاهلي ان انت لازم تكسبي يعني، هو احنا فعلا متعودين على كده، وده مش كلام بيتقال وده فعلا دي حقيقه يعني. يعني احنا من دي 1 لينا في النادي هنا اي بطوله بتدخليها من وانت صغيره جدا متعوده ان انت لازم تاخدي اول يعني، ده العادي. فانت بالنسبه لك اي بطوله هو تحدي يعني، هو كده كده لازم تاخدي اول، هي دي صعوبتها من واحنا صغيرين لحد دلوقتي. بس لو هنتكلم كصعوبه من ناحيه الاصعب فعلا كانت قويه جدا او حاجه، فممكن كانت انديه عربيه، كانت 2019 كانت في المغرب، كنا بنلعب نادي قطر القطري، واحنا كنا بنلعب من غير محترف وهما كانوا جايبين محترف رقم 6 العالم صيني هو. تشال اقدار يعني ان احنا نقدر ان احنا نكسب الفرقه دي، وواحد يعني كان كابتن الفريق بتاعنا سيد لاشين هو اللي كسب الصيني ده ساعتها. ودي كانت حاجه يعني مش حاجه عاديه انها تحصل. ولو اتعادل الماتش ده هو حتى بيقول لو اتعادل الماتش ده 1000 مره المره الوحيده اللي هيكسبها كان هي المره دي، 999 مره التانيين هو التاني اللي هيكسب. فهي يعني دي كانت من اصعب المرات، وما كانش مكتوب لنا ممكن ان احنا نخسر، بس فعلا لو اي حد شايف من بره هيقول ان احنا دي صعب قوي ان احنا نكسبها يعني. في بطولات تانية كانت بطولات الدوري ممكن برده السنه اللي فاتت اللي هو 2022، كان نادي امبي، كان نادي امبي جايب محترف فرنسي كان محترف قوي جدا. والسنه اللي قبليها برده نفس الكلام، احنا لعبنا امبي في الفاينل الدوري، والسنه اللي قبليها كان الزمالك كان جاي محترف هو اصله ياباني بس هو متجنس برازيلي، فبرده كان قوي جدا، واحنا بنلعب غير محترف في كل الاحوال يعني، سواء السنه اللي فاتت او اللي قبليها كنا بنلعب غير محترف. فطبعا هي دي كانت صعوبه الموضوع، وبتيجي من هنا بنتي برده ان انت متعوده على المكسب او ان انت عايزه تكسبي زي ما انت متعوده في النادي، تيجي من هنا الصعوبه. والحمد لله ان احنا بنبقى قد التحدي ده الحمد لله يعني. فعلا الاهلي مختلف عن اي نادي تاني يعني، احنا بنشوف الانديه التانيه وفعلا والله مش بقول كلام لمجرد ان احنا على التلفزيون او حاجه، لا بس ده حقيقه. ووجودك في الاهلي انا بالنسبه لي من وانا صغير بيضيف ليا كتير قوي، سواء من وانا لسه بتعلم في المدرسه او في الجامعه او كده، اسمك ان انت بتلعبي في النادي الاهلي او اي انجاز انت بتعمليه وانت في النادي الاهلي بيبقى اضخم من العادي يعني. لو انت بتعملتي نفس الكلام ده وانت في نادي تاني
مش بيبقى بياخد نفس الصيت مثلا او نفس رد الفعل سواء على السوشيال ميديا او على الاعلام عموما والكلام ده. فهو ده حقيقي بدايه ان النادي بيضيف لك، هو فعلا انت متعوده مثلا من وانت صغيره على المكسب، تتقبلي خساره اكيد، بس انت متعوده ومتربيه على الكلام ده سواء انا او عمر او اللعيبه اللي هي ابتدت في الاهلي مش جايه مثلا لحد الاهلي ما اشتراهاش من بره. احنا متعودين على كده ان احنا اتدرجنا كل فرق الناشئين، وفي كل فرق الناشئين انت مطلوب منك ان انت تكسبي يعني. فدي حاجه انت مثلا بتتعودي عليها مش موجوده في الانديه الثانيه. في الانديه الثانيه مطالب منها والله خدنا ورا النادي الاهلي كويس يعني، فهو من المتقبلين فكره ان انا ما بقاش اول. لا، دي حاجه انت متربيه عليها هنا في النادي الاهلي، ان انت متربيه ان انت تبقي رقم واحد، ودي حاجه بتاثر عليك عموما في حياتك عموما في شخصيتك اصلا يعني. احنا فعلا متربيين على كده. فانت بقى في دراستك في اي لعبه بتلعبيها فور فان حتى انت مش هتبقي متقبله، انت متربيه على متعوده على كده يعني. فدي حاجه فعلا انا بالنسبه لي ضافت لي في شخصيتي انا، لان انا متعود ان انا ابقى رقم واحد من وانا صغير سواء على المستوى الفرق او المستوى الفردي. فدي حاجه انا شخصيا استفدت منها. لو هنتكلم في حاجه تانية، فاحنا عندنا حته ان في تدرج، ان مفيش حد يقدر يعدي حد، دي حاجه احنا متربيين عليها برده. مثلا يعني انت تشوفي في انديه تانية بدون ذكر اسماء ما عندهمش حته يعني بيطلع من 0% عادي يعني، ممكن من لعيب يطلع لرئيس النادي عادي يروح يتكلم معاهم. احنا عندنا تدرج، تطلعي يعني لو عندك مشكله للكابتن للمدير الفني، المدير الفني يوصلها ايا كان يعني. في تدرج ده حاجه مش موجوده في برده في الانديه الثانيه. في حاجه كتير يعني، لو قعدت اتكلم يعني ممكن اتكلم على الناس بتقعد تقول انت بتقول اي كلام. لا، بس ده حقيقي فعلا، ده اللي موجود واللي انا عايشه واللي انا بعصره يعني. فهو لو هنتكلم، لا بصراحه النادي الاهلي غير، النادي الاهلي مختلف وبيضيف للواحد زي ما الحمد لله الواحد بيضيف له برده يعني انجازات. بس في الاول وفي الاخر النادي الاهلي ده طبعا بيضيف للواحد كتير جدا يعني. وصلنا لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف كالعادة تقرير، هنعرف آخر الأخبار عن الساحة على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد فاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن أحمد فوزي في ضيافة البيت الكبير. استقبل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة وفدا من دولة تنزانيا برئاسة الدكتور داماس ندومبارو وزير الرياضة والثقافة، وبرفقته نييما سيزا رئيس المجلس القومي للرياضة، إلى جانب وفد رفيع المستوى من وزارة الرياضة والسفارة التنزانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون والاستثمار بين الأهلي والجانب التنزاني في المستقبل القريب. أدى محمد مجدي أفشا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم تدريبات منفردة في صالة جيم القلعة الحمراء للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية برغم حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات اليوم. استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على إشراك المغربي رضا سليم جناح الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة سان جورج الإثيوبي بديلا لحسين الشحات الذي شارك في المباراة الأخيرة وسجل هدفين. شهدت عملية حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في جدة في الفترة من 12 إلى 22 من ديسمبر المقبل إقبالا تاريخيا من الجماهير الراغبة في شراء التذاكر عبر موقع الفيفا الذي طرح اليوم المرحلة الأولى من حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023. وظهرت قائمة الانتظار على موقع الفيفا تحمل رقما يتخطى 1.5 مليون مشجع، حيث اشتعل الصراع بين جماهير النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي لحجز أكبر عدد ممكن من التذاكر. يعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمباراتي زامبيا والجزائر الوديتين يوم 8 من أكتوبر المقبل، استعدادا للدخول في معسكر مغلق في اليوم التالي 9 من الشهر ذاته. وكان قد أعلن الجهاز الفني للمنتخب عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11 لاعبا لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، وتتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا ثم الجزائر
يومي 12 والسادس عشر من أكتوبر. ينضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وليفربول الإنجليزي لمعسكر الفراعنة يوم 10 من أكتوبر المقبل بالإمارات للمشاركة في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين. ويرتبط محمد صلاح بمباراة مع فريق الإنجليزي في 8 من أكتوبر المقبل على أن يلحق بعدها بمعسكر المنتخب بالإمارات والذي يبدأ في 9 من الشهر ذاته. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي إلى الكونغو برازافيل صباح اليوم استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام خلال الفترة من 26 من سبتمبر الجاري إلى 7 من أكتوبر القادم. فاز فريق سموحة على نظيره بلدية المحلة بثنائية نظيفة اليوم على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، كما حصل عمرو قلاوة لاعب سموحة على جائزة رجل المباراة. بهذه النتيجة وصل سموحة للنقطة الرابعة بجدول المسابقة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز التاسع في الترتيب برصيد 3 نقاط. يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة الدولية للحكام غدا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل انقضاء المهلة التي منحها فيفا للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليين لعام 2024. يملك اتحاد الكرة حق تعيين رئيس جديد للجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد وفاة المستشار عادل الشربجي إعمالا للمادة 65 من لائحة النظام الأساسي، والتي تنص على حق الاتحاد في تعيين رئيس للجنة لحين انعقاد أول جمعية عمومية. ونصت المادة 65 من لائحة النظام الأساسي على أنه في حالة التوقف الدائم لرئيس أو نائب رئيس أو عضو اللجنة القضائية عن أداء المهام الوظيفية أثناء مدته يعين المجلس بديلا لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية، حيث يعين المجلس عضوا جديدا للجنة القضائية المعنية عن الفترة المتبقية. يحسم المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خلال اجتماع غدا يضم أعضاء المكتب التنفيذي لكاف وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعض القرارات الهامة بشأن الكرة الأفريقية، وسيعلن خلاله عن أسماء الدولة المستضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 و2027. قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مساء اليوم إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة لكأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها في العام المقبل 2024 إلى مدينة وارسو البولندية. كشفت تقارير صحفية أن رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس يخضع للتحقيق بتهمة الحسابات الوهمية في صفقة التوقيع مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في عام 2020 قادما من ليل الفرنسي. ووفقا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، فإن المدعي العام في روما وضع دي لورينتيس قيد التحقيق بتهمة المحاسبة الكاذبة المزعومة، ويتعلق التحقيق بصفقة نابولي للتعاقد مع أوسيمين من فريق ليل الفرنسي في عام 2020. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي ونجم هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد فوزي. ازيك يا ابو احمد؟ حبيبي يا كابتن اسلام، ازي صحتك؟ انت اخبارك ايه؟ ربنا يعزك. الله يكرمك. الحمد لله زي الفل يا حبيبي، ربنا يكرمك. الحمد لله. شايف الدوري ازاي؟ دايما انا عارف لك اراء مختلفه من يعني البدايه كده. البدايه مش مقلقه قوي يمكن. أيوة. في الاول خالص اول اسبوع شفنا على فكره التصوير يعني يعتبر تحسن كتير جدا 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 عن السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت عامه. تصوير المباريات زود الدقه في احتساب الفاولات، وتزود الدقه في احتساب الحاجات اللي الفار بيرجع لها، ودي كانت مشكله عندنا كبيره جدا. وحتى الخطوط في مشكله لسه في الخطوط بتتعمل يدوي مش اوتوماتيكالي، ولكن احسن يعني. خلاك انت وانت بتتفرج النهارده في ضربه جزاء لفيوتشر، لو التصوير مش بالدقه دي وبالريزوليوشن العالي مش حسب ما كانتش اتحسبت.
دي حاجة. ضرب الجزاء الزمالك امبارح اللي كان عليها لغط كبير، اعتقد لو التصوير مش بالجودة دي ما كانش هيبقى فيه اللغط دون عليها، فالتصوير دي حاجة ايجابية. يمكن الاختصارات الاندية كانت عاملة مشكلة كبيرة جدا، وشايف ان هي كانت قصة واعتقد خلصنا منها على خير. بالنسبة للاندية، بص، في اندية بادية كويس جدا، وفي أندية بادية مش على القدر المأمول. يعني أنا شايف إن في بدايات، مثلا فرقة زي الداخلية بدايات هايلة جدا النهاردة، صحيح خسروا لكنهم عملوا جيم كبير جدا قدام فرقة كبيرة زي فيوتشر. كانوا تعادلوا، كانوا كسبانين وبعدين مودرن 2-1. فأعتقد فرقة ماشية كويس. المصري بدايته مش كويسة. سموحة يعني مش هقول استفاق، لأن الماتش اللي فات الجونة خطفت التعادل في آخر دقيقة 97. فأعتقد لا، يعني مكسبه طبيعي. البلدية ابتدى كويس جدا النهاردة طبعا، أعتقد النهاردة مش يومه خالص. صح. ممكن نقول الإسماعيلي بدايته كانت سيئة، ولكن لسه بدري. زد ماشي، خلي بالك الفرق اللي طلع من تحت مش طلع عشان تنزل، زي ما كل سنة بنقول الفرق اللي صاعدة هي اللي هتهبط. لا، أنا شايف الحقيقة كويسين، وزد كويسين، والبلدية كويسة يعني، وإن هي تجيب ثلاث نقاط من فرقة زي المقاولين. أعتقد في ملعب المقاولين حاجة إيجابية جدا. إحنا بنتكلم على طبعا الأهلي ما شاء الله في حتة تانية. بدايات بيراميدز عادية جدا، إنه يتعادل مع الزمالك وإنه يكسب. صحيح مكسب كان صعب جدا على البنك الأهلي بهدف، ولكن بيراميدز المفترض إنه السكواد بتاعه يخليه في حته تانية اكتر من كده. انا شايف انه لسه في البدايات برضو، والمشكله ان احنا في اول الدوري، الفرق اللي بتبتدي قويه مع توالي المباريات وطول الموسم بتقع. صحيح، لان طول الموسم بيزود اللود على اللعيبه، فبيتخلي الناحيه البدنيه عند فتره معينه لو ما فيش تقنين للاحمال، وخاصه من اول شهر 2-3-4 وانت طالع، لو ما فيش تقنين الاحمال بالنسبه للحمل التدريبي، اعتقد بتبقى مشكله بالنسبه للجهاز الفني اللي ماسك الفرقه دي. ادي رقم واحد. العكس صحيح، الفرق اللي بتبتدي سيئه مع توالي المباريات بعد رابع خامس مباراه بيحصل انسجام، لان في لعيبه كتير بتيجي. انت عندك فرق بتمشي 25 وتجيب 25، وفرق بتمشي، انت عارف كويس الكلام ده في الدوري المصري. فلازم بيبقى فيه فترة انسجام، ولازم بيبقى فيه فترة علو في الأداء البدني. شايف ان لسه بدري قوي عشان نحكم، ولكن المؤشرات انا شايف ان الدوري مش وحش، وبصراحة في قتال لأخد قتال، مش كورة قد ما هي قتال وروح عالية. مش هتبان دلوقتي. ماشي، قبل خمس سادس ماتش عشان تعرف. بالظبط كده. صحيح. شايف ان فرقة زي البنك الأهلي بكل اللي جابته دي، جابت لعيبة كبيرة جدا بملايين كتيرة جدا، وفي الآخر المردود ضعيف جدا. بس أنا بالنسبه لي كمان السنه الثانيه على التوالي، خلي بالك، بنفس الطريقه بنفس الشكل، بنفس البدايات، اكيد في بنفس البدايات السيئه، لان صحيح. السنه اللي فاتت ختموا، ربنا كرمهم، زي الداخليه السنه اللي فاتت ختموا اخر ثلاث مباريات بمكسب. صحيح. البنك السنه اللي فاتت اخر خمس مباريات كسب ثلاثه وتعادل واحد وقعد بالعافيه. صحيح. فاعتقد البنك برضو بداياته غير مبشره. يمكن يكونوا لسه ما فهموش فاسيليوس وطريقة لعبه، لأن المدربين اللي بتبتدي تحب تبتدي اللعب من تحت بتبقى عايزة مساحات من الوقت في تحفيظ اللعيبة، مساحات كبيرة في الوقت شوية، فممكن صحيح. مع الوقت يتحسن، ولكن الأول بصمة ليهم مش إيجابية، ليست إيجابية. صحيح. فعشان كده شايف برضو البنك فرقة ما عندها أكتر من كده بكتير، وما قدرتش تمشي بالمردود اللي احنا عايزينه. في المجمل العام انا شايف ان الدوري بداياته كويسه، بس مش هيبان بقى ويحلو غير لما يحصل تواصل اكتر، والمباريات تبقى كل خمس ست ايام والحاجات دي، ويبقى في ترتيب للمباريات شويه. نتمنى ان كل الماتشات تتذاع، لان في ماتشات احنا بنضطر ندور. لا، كل الماتشات بتتذاع. لا، في ماتشات بنضطر ندور لها على ملخص. امبارح مثلا، النهارده في امبارح كان في ماتشين في وقت واحد، او ماتش يوم ماتش الزمالك وبيراميدز، كان السموحه كانت بتلاعب الجونه في نفس الميعاد. اوكي. وما كانوش متذاعين مع بعض، فانت غصب عنك كمشاهد بتحب عايز تتفرج هنا وهنا، وانت بقى كشغلك وكمحلل بتبقى عايز تتفرج على الفرقه كلها. تشوف. صحيح. فاعتقد يعني اتمنى الماتشات كلها، خاصة ان احنا لسه في الاول، في ماتشات مؤجلة كتير، مش كل الفرق هتلعب في نفس المواعيد. مظبوط. فاعتقد ان احنا نعمل لكل مباراة ميعاد يبقى حاجة ثابتة، وكل الماتشات تتذاع، دي هتبقى حاجة ايجابية.
قبل ما اكلمك عن النادي الاهلي، عايز اكلمك عن جمهور النادي الاهلي والملحمه الحقيقه الكبيره اللي عملها جمهور النادي الاهلي حتى الان في حجزه لتذاكر مباراه كاس العالم للانديه في المباراه الثانيه للنادي الاهلي هيكون طرفها انتظارا لمن سيفوز من اتحاد جده والفريق النيوزيلندي اوكلاند سيتي، والاقرب طبعا اتحاد جده. لكن ملحمه كبيره جدا بتعلمنا قد ايه ان هناك جمهور يساند، هناك جمهور بيدعم، هناك جمهور في كل المواقف انت بتتسند عليه. اكيد جمهور الاهلي غير اي جمهور، واكيد شعبيه الاهلي في كل حته غير اي حد. صحيح. انت عندك في السعوديه لو قلت مثلا في نقول مثلا مليون، مثلا مليون مغترب اعتقد هيبقى على الاقل منهم 450. انت عارف يعني ايه النهارده في حته متشهره كده على تويتر، انت رقم 173 الف منتظر، رقم 173، عارف يعني ايه واحد بينتظر؟ لا ده دلوقتي مليون ونص. طيب يعني انا الارقام انت عارف دلوقتي يعني قبل ما نخش بنص ساعه. اوكي بس يعني انت متخيل يعني ايه في الانتظار؟ تفضل قاعد قدام اللابتوب بتاعك او تليفونك يا تيجي يا تيجي، وفي ناس بتقعد وبيجي لها. صحيح. فانت شوف بقى، انت بتعمل بهجه عند الجمهور وانت رايح السعوديه، بالذات دول الخليج بتعمل للجمهور اللي هناك المغترب بعيد عن مصر بيبقى حابب يشوف حاجه من ريحه مصر، ويا سلام بقى لو ريحه مصر جت في النادي الاهلي، ده يعني مش عايز اقول لك. فاكيد جمهور النادي الاهلي في كل حته يعني مكسر الدنيا. انت في النمسا واحنا في الاهلي في المعسكر اللي فات ده، ونشوف الجمهور اللي جه في الماتش الودي وزعوا الماتش، صحيح يعني عمل مخالفات ما كانش هو المفترض، ماشي ما كانش المفترض، ولكن من حبهم في النادي عايزين يوصلوا للناس صوره عامله ازاي. انت متخيل لما مثلا يجي لك 400 واحد 500 واحد في النمسا اللي جاي من المانيا واللي جاي من سويسرا واللي جاي من هولندا كله. ليه؟ لان صحيح النمسا متوسطه بلاد كتير، ولكن انت ما تفكرش في كده بس، انت فكر في كميه مسافات السفر اللي انت بتسافرها. الماتش اللي فات بتاع اللي كان بيتلعب في الطائف، اعرف حد من الدمام ومن الدمام للطائف حوالي مثلا 1000 كيلو اوف، 9 ساعات ونص رايح وتسع ساعات ونص جاي بالعربيه عشان يتفرج على خسر النادي الاهلي، بس هو فرحته بتواجده في مباراه للنادي الاهلي يتفرج عليها النادي الاهلي بالدنيا كلها. فاعتقد يعني مش محتاجين نتكلم على جمهور النادي الاهلي، لان عصب النادي الاهلي في ادارته وفي لعيبته وفي جهازه، عصب النادي الاهلي جمهور. هو جمهوره حقيقي. فيعني مش محتاج ان انا اتكلم على جمهور النادي الاهلي اللي يتشال على الراس من كل في كل وقت وفي كل زمان. كيف تقيم انطلاقة النادي الأهلي في بداية الدوري أمام النادي المصري برباعية مقابل شيء؟ يعني أعتقد مباراة جيدة جدا جدا جدا، وخلي بالك المباراة اللي بتيجي بعد الهزائم وبالخسائر الكبيرة غالبا من النادي الأهلي حاجة من الاثنين، يعني بتبقى انطلاقة كبيرة. فرقة المصري فرقة كبيرة جدا، مدرب هايل علي ماهر، وكلنا كنا قلقانين من علي ماهر لأنه بيعمل معانا مباراة جيدة. اعتقد فرقته مجمع لعيبه كويسه جدا وجايب لعيبه كتير كانت معاه، فاعتقد لا ده ضاف عليهم كمان واحد زي محمود حماده. يعني الفرقه كانت اعتقد فرقه المصري من احسن الفرق اللي هتعمل موسم كويس، بس مع توالي المباريات انطلاقه هائله، انطلاقه كبيره، لعب وابداع وامتاع واقناع في الاربع اهداف. اعتقد بدايه قويه لرضا سليم، بدايه ممتازه لإمام عاشور، حتى مودست اللي الناس بتتكلم عليه انه ما كانش موفق، ولكن انت لما تيجي تقيم راس حربه تقيمه بالكور اللي راحت له، راحت له واحده بس ضيعها، انما تحركاته بيوسع ازاي للهافين اللي جايين من النواحي العكسيه. يعني خلي بالك اهداف النادي الاهلي كلها من نواحي عكسيه، لو مودست موجود في الناحيه العكسيه اللي عند تاو دي مثلا، هو دلوقتي واخد السرد باك ورايح فين يا كابتن؟ واخد السرد باك وطلع بره الناحيه الثانيه خالص، موسع لمين؟ موسع لتاو عشان يسيب له مساحه يشتغل في ناحيته. يعني خلي بالك برضو الجمهور الاهلي فاهم الكلام ده كويس، ولكن انا اقصد ان في جمهور ما بياخدش باله من مثل هذه الامور، مثل هذه التحركات. هو اللي في الاخر يهمه ايه؟ انه يجيب جون. مش لازم كل كوره تجيب جون، انت عندك يعني في لعيبه كبيره يعني فلافيو قعد مثلا في النادي الاهلي ما يجيبش جون، ولعيب كبير مزبوط. وكان بيعمل اكتر ما بيجيب. مظبوط ماشي. فانت التحركات بتاعت الراس حربه بتبين لك هو بيتحرك ازاي، الكوره لما تبقى على وتوصل على الخط، هو امتى هيقطع لقدام عشان يسرق السيرد باك ويسرق حارس المرمى، لا طب الكوره في نص عند نص ال 18 انا هروح واخد. التحركات بتاعت الراس حربه دي هي اللي تقدر تحدد لك امكانياته. كون انه بيوصل دي حاجه ايجابيه، امتى هيجيب؟ لما التوفيق يجي معاه.
انما واحد بامكانيات موديست انا شايف انه ان شاء الله هيبقى حاجه مميزه. بدايه ولا اروع على تاو، من ثلاث سنين ما شفناش تاو كده في مباراه الاسماعيلي البدايه السنه اللي قبل اللي قبل اللي فاتت اول سنه جه فيها، ومستر كان موسيماني جابه قبل بدايه الدوري ب 10 ايام ولعبوا اول مباراه واحرز هدفين قدام الاسماعيلي انا فاكر تحديدا، وكسبنا 4-0 برضو المباراه كانت في برج العرب خلي بالك. ده يعني تقريبا برج العرب بشرة خير بالنسبه لتاو لبدايه بالظبط. فتاو ابتدى هايل، شايف ان ثنائيه محمد عبد المنعم ورامي ربيعه ثنائيه جيده جدا، ولكن ينقصها يعني ايه مش الروح ولا الحماس، ينقص يعني انا شايف ان في سنه تعالي بالامانه. اتفضل. يعني ده سن التعالي شويه على الكوره من الاثنين، وان كان من محمد عبد المنعم اكتر لعيب كبير وامكانياته كبيره، ولكن لو النقطه دي راحت من عنده هو عنده ثقه في نفسه دي حاجه ايجابيه واحنا نتمناها في كل لعيبه، ولكن في بعض الاوقات بتعمل مشاكل. شايف ان عبد القادر للمباراه الماتش اللي فات طبعا في افريقيا، ولكن مباراتين ورا بعض بينزل اخر 10 دقائق مباراه يحرز هدف فيها والمباراه الثانيه يتسبب في هدف او اثنين، دي حاجه ايجابيه جدا لعبد القادر اللي مش متعود انه يقعد احتياطي، فلما يقعد يموت نفسه. شايف ان نقطه مهمه جدا 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 كنت اتمنى اشوفها السنه اللي فاتت مع كولر بس السنه دي واضحه، الجبهات، بمعنى شغل الباك رايت مع الهاف رايت مع الديفندر ناحيه اليمين وبيميل عليهم الراس حربه، وان حسين يخش او الناحيه الثانيه او رضا سليم يخش كراس حربه، الكلام ده ما كانش موجود في النادي الاهلي من فترات كبيره. النهارده بتشوف هاني بيشتغل على طول مع تاو، بتلاقي ديانج بيتحرك في ظهر تاو، وتاو هو اللي بيخش لجوه، موديست بيقرب، حسين الشحات في الظهر، الناحيه الثانيه تعالى. الناحيه دي الناحيه اليمين يمكن تكون هجوميا ودفاعيا احسن، ما فيش كروسات مظبوطه شويه من ناحيه يمين، ولكن لما تيجي تتكلم من ناحيه شمال لا انت عندك بقى حدث ولا حرج في الناحيه الهجوميه. علي معلول مع امام مع سواء حسين او سواء رضا سليم، الثلاثي ده هايل في الناحيه الهجوميه تحديدا. يمكن علي معلول الناس بتتكلم ان في عندنا مشكله دفاعيه. عارفين اصل المشكله الدفاعيه في ايه؟ مش في علي قوي. اصل المشكله الدفاعيه من وجهه نظري في غياب حمدي فتحي، لان على طول لما كان علي معلول بيطير كان حمدي فتحي هو اللي بيقف في هذه المنطقه. تمام. صحيح. دلوقتي امام بيطير مع مين؟ مع علي، فالحته دي فاضيه. اعتقد ان اكتر واحد المفروض يغطيها في الوضع ده هو مروان عطيه، وينزل ديانج من الناحيه الثانيه، فهي بس عمليه ترحيل مش اكتر، انما هجوميا حدث ولا حرج عن الجبهه اليسرى. من القلب تحركات كتير جدا بتحصل في القلب، وخصوصا مع اختراق حسين او رضا سليم لجوه وتاو لجوه مع الكره العكسيه، اعتقد شغل كولر باين جدا 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 في البدايات. نتمنى التوفيق ونتمنى انه يشتغل عليه اكتر من كده ويلاقي حل للناحيه الدفاعيه من ناحيه الشمال شويه، اللي هي ناحيه اذا كان بقى عبد المنعم ولا معلول ولا امام ولا رضا سليم او حسين شحات. ما نسيت اتكلم على حسين. اتفضل. مهما راح ومهما جه حسين لعيب، حسين لعيب كبير ولعيب مهم وعنده قدرات فنيه عاليه جدا، ممكن ماتش 2-3 ما تمشيش معاه، انما في الاول وفي الاخر الولد لعيب كبير ولعيب مهم وبيقدر يخلص لنا ماتشات كتير، واعتقد الافتتاحيه اللي عملها امبارح اول امبارح كانت هايله، وهدفين ولا اروع خاصه الهدف الاولاني، تفاهم كبير جدا. انا لسه كنت هسالك بقى عن هذه المباراه، مباراه سان جورج وفوز النادي الاهلي على سان جورج بثلاثيه مقابل صفر في مباراه الذهاب اللي تعتبر في اثيوبيا بعد رفض الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي يعني اللعب المباراه في اثيوبيا فلعبنا في مصر. طيب اعتقد بدايه مبشره جدا للنادي الاهلي في افريقيا، البدايات السعيده دايما ما تصنع النهايات السعيده، واعتقد النادي الاهلي بدايته كانت سعيده في المباراه اللي فاتت، مباراه خارج ارضك تعتبر حتى لو لعبتها على ارضك، ولكن في السكور شيت هي خارج ارضك. الاهلي قدم مباراه هايله جدا، يمكن مش على احنا كنا نتمنى انه يبقى الغزاره التهديفيه اكتر من كده، ولكن بدايات بتبقى مؤشرات لما هو قادم ان شاء الله، واعتقد البدايات كانت قويه، نفس طريقه اللعب ونفس الفكر في غياب موديست وغياب رضا سليم وكهرباء كهرباء موجود في الماتش الافريقي في غياب الاثنين. انا قصدي ان احنا ابتدينا الدوري وابتدينا بطوله افريقيا وابتدينا السوبر بنفس القصه، رضا سليم ناحيه الشمال، موديست كان مكانه كهرباء، ولكن دول غابوا
اللي لعب مكانه أدوا نفس الأداء بالظبط ونفس الأدوار بنفس التاكتكس والتحركات، فأعتقد دي حاجة إيجابية بالنسبة لمستر كولر. نتمنى أن الشغل يكمل عليها زي ما هي كده، وإن شاء الله يبقى في تقدم. عايز أشيد بكوكا الراجل بقى نص الملعب، الولد بقى الراجل بقى عنده ثقة كبيرة جدا في كوكا، بيبتدي بيه في ماتش المصري وبيقدم أداء ولا أروع، ينزله امبارح أول امبارح والولد يبقى ماشي كويس جدا، ويربط مكان مروان اللي كنا بنلاقي له بنلاقي مشكلة إن احنا نلاقي حد يغير مكان مروان. فأعتقد دي ثقة كبيرة جدا من مستر كولر في كوكا. اعتقد لا ان شاء الله خير، نتمنى التوفيق وان الاداء يمشي على هذا على هذا المنوال. يعني هل بتشوف ان كولر اختلف اداؤه من الناحيه الايجابيه، تطور اداء كولر نفسه في اختياراته حتى للاعبين في طريقه تدريبه، في يعني امبارح عمل بعد المباراه للعيبه اللي ما لعبتش مباراه سان جورج، عمل لهم مباراه وديه بينهم وبين بعض يعني، ولكن هي في النهايه حاجه تجربه تقسيمه لكن هي في النهايه اختلاف في يعني دايما ما بنشوفش، انا ما بشوفش ان كولر واحد من المدربين النمطيين اللي هو النهارده هنعمل تقسيمه، بكره هنعمل بدني، بعده هنعمل راحه، بعده في ناس كده، لكن لا هو بيعمل على حسب اللي هو شايفه فرقته محتاجاه. اكيد القصه يعني الحمل التدريبي دي بتاعته اكيد يعني حاجه يعني حاجه هو ماشي عليها، واكيد في معد بدني وبيقول له كل حاجه، وانت عارف ان التقسيمه دي بتبقى اعلى حاجه في الكوره، وخصوصا لما تبقى التقسيمه بين فريقين او صحيح. ماتش او مباراه بتبقى اقوى حاجه بدنيه على اللعيب. مستر كولر اعتقد في الناحيه الخططيه انا شايف ان في تغيير كبير جدا حصل. كنا بنلعب 4-3-3 فلات السنه اللي فاتت، السنه دي ما بنلعبهاش فلات، بنلعب 6 و8 يعني، حتى ديانج وهو موجود جنب مروان عطيه ما بيلعبش 6 جنبه، بيلعب 8 وبيطير على طول ناحيه اليمين، الناحيه الثانيه امام بيلعب 8 مهم جدا، 6 مروان ثابت على طول. الاول كنا بنلعب 4-3-3 فلات، حمدي والسوليه وديانج او حتى ديانج ومروان وحمدي والسوليه، اي حد كنا بنلعب الثلاثه فلات، ما كانش فيهم حد بيكمل في ال 18، ودي كانت مشكله كبيره جدا في الناحيه الهجوميه. كنا دايما بنلاقي تقصير في الناحيه الهجوميه، الاسترايكر والاثنين الطرفين بس، الثلاثي ده ما كانش حد بيكمل فيهم، اكتر واحد كان بيكمل عمرو السوليه طبعا، وكان بيأديها بطريقه مميزه، ولكن ما كانش في استمراريه في الموضوع. اعتقد لا دلوقتي في فرق كبير جدا، على طول واحد زياده من نص الملعب بيكمل في ظهر الاسترايكر اللي موجود مع دخول الهاف العكسي اللي جوه، اعتقد فرق كبير جدا. رقم 2 اعتقد الاهم من ده كله والنقطه الايجابيه جدا ان تكمله الطرفين، كان على طول الاهلي بيطير الطرفين، لا انت بص لما تبص الماتش اللي قبل اللي فات المصري، لما كان هاني بيروح كان علي بيقف، ولما كان علي بيروح بقى هاني بيقف، صحيح كتير قوي في التحضير، كتير جدا في التحضير، الماتش بتاع خصوصا بتاع جورج سان جورج كنا بنحضر بثلاثة، وهاني بيخش في القلب في نص الملعب، او علي معلول بيخش في نص الملعب، يعني الكره من ناحيه اليمين، الطريقه الاخيره اللي بنشوفها ما بين جوارديولا ليفربول غالبا بيشتغل بيها دلوقتي، ان واحد من رباعي خط الظهر بيسقط في نص الملعب، ايوه بيسقط في نص الملعب عشان يزود عدد نص الملعب، فيقدر يخرج بالكره من على الارض وما يلعبش لونج بولز كتير. فاعتقد دي حاجات ايجابيه وباينه جدا في التاكتكس بتاعت مستر كولر، وبنشد على ايده ونتمنى التوفيق والدنيا تمشي معاه اكتر من كده ان شاء الله. برايك في حراسه مرمى النادي الاهلي، شناوي، شوبير، حمزه علاء ومخلوف؟ يعني قلتها قبل كده لما كنت معاك اخر مره وبكررها، انا شايف ان يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، مش عايزين نحسد، الدنيا ماشيه كويسه جدا، محدش ابتدى يتكلم زي الاول. انا عارف احنا اتكلمنا في الامر ده قبل كده، ولكن الاول كان في كلام ليه مش هتجيبوا حارس مرمى؟ نعم الاول كان في صداع في الحته دي، لكن دلوقتي اعتقد ان الدنيا هديت شويه او سيتلد او يعني مستقره، بمعنى ان هي الناس شافت حمزه، والناس شافت مصطفى شوبير، والناس شافت الشناوي، يعني شايف الشناوي شايفه على فكره، وشايفه مخلوف، وشافت مخلوف، فبالتالي اصبح عندهم الراحه اللي تخليهم او شايفين كويس، فشايفين ان اللي جاي افضل. بص وممكن يكون الناس برضو مش كده بس، ده الناس مستنيه امتى مصطفى شوبير يلعب. يعني انا كنت اتمنى مثلا مباراه زي بتاعت يوم الجمعه دي، ايه المشكله ان مصطفى يلعب؟ انت كسبان 3 لسه كنت هسالك عن التغيرات ممكن تحصل ممكن ولا لا؟ اكيد انا شايف ان ممكن الناس حتى مستنيه ان مصطفى يلعب، مش تقليلا من الشناوي، ولكن عشان ايه؟
عشان يدي الاثنين اريحيه في اللعب، ما يبقاش كل الضغط على الشناوي على طول، فلما يجي يبعد لا قدر الله لسبب اصابه او ايقاف او 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 يبقى مصطفى بعيد عن الماتشات. صحيح. اعتقد دي حاجه اتمنى انها تحصل من يوم الجمعه اللي جايه. كل الناس شايفه دلوقتي ان حمزه علاء ما شاء الله من احسن حراس المرمى المتواجدين في مصر في سنه باللعب. حمزه هيروح في حته تانية، مصطفى مخلوف من احسن حراس المرمى موجودين في مصر في سنه، شوبير حدث ولا حرج، والناس كلها كانت بتقول ايه ده، طب انتوا مشيتوا علي لطفي وما جبتوش حد وانا بقول لك اهو مصطفى يشيل ويسد وحمزه علاء يشيل ويسد، واعتقد الناحيه دي الى حد ما مقفوله وان شاء الله هتتقفل لها بتاع 7-8 سنين ان شاء الله، مش هيبقى فيها رغي بعد كده. ماتش الجمعه هل تتوقع تغييرات؟ اعتقد هيبقى في راحه لبعض اللعيبه اللي لعبت كتير ورا بعض، مثلا ممكن يريح مثلا واحد زي امام عاشور، ممكن يريح واحد زي تاو، خصوصا ان احنا عندنا اريحيه في الناحيه دي، ممكن يريح واحد زي الشناوي، ما اعتقدش ممكن علي معلول ممكن يريحه، فانت عندك ممكن واحد زي محمد هاني يريحه ويبتدي بكريم عشان يبتدي يدي كريم ثقه في انه يبقى متواجد على طول. يعني اعتقد المفترض انه يريح لعيبه كتير، بس اللي ممكن يديك يعني ايه يقول لك لا يعني ممكن ما يبقاش كده، ان احنا الماتش اللي بعده بعد 8 ايام تقريبا او اسبوع، فممكن يقول لك لا عادي، طب ممكن يلعب الناس كلها فول تيم وانا احقق نتائج ايجابيه، ولكن انا شايف من وجهه نظري انه يدخل ناس جديده ما ابتدتش المباريات ويريح الناس اللي بتلعب على طول عشان يكسب لعيبه كتير في الموسم كله. اتكلمنا مع بعض عن انطلاقه الدوري، تفتكر الدوري السنه دي هيكون اقوى في المنافسه في القمه، القاع هيبقى ماشي ازاي، وسط الجدول من وجهه نظرك يعني؟ لا اعتقد ان القمه محسومه ان شاء الله، ان شاء الله ان الاهلي ومن بعديها يجي بيراميدز والزمالك بقى وفيوتشر مثلا، انما تحت هتبقى في وسط الجدول. اتفرجت على الماتشات كلها تقريبا؟ اتفرجت على الماتشات كلها؟ تقريبا كلها معظمها يعني تقريبا. طيب كلها. الفرق شايفها ازاي؟ يعني مين اقل الفرق من وجهه نظرك حتى الان؟ يعني ما انت فنيا لازم تيجي تتكلم فنيا. شايف ان المقاولين مش زي السنه اللي فاتت، انا شايف ان المقاولين مش زي السنه اللي فاتت خالص. غريبه برضو. غريبه جدا. شايف يعني بص، مع كل الضجه اللي حصلت للبلديه في اول مباراه، ومع احترامي طبعا للكابتن احمد وعبد الرؤوف وحبيبي واخويا وكل حاجه، ولكن الفرقه ما فيهاش خبرات كبيره برضو. خلي بالك الخبرات بتفرق كتير جدا، مش دلوقتي خبراتها تفرق في اخر الدوري، اخر 5-10 ماتشات، والضغط لما يبقى عليهم ضغط عالي في الهبوط والصعود والماتشات، وتلاقي الدنيا من الكهرباء هبان بقى ايه هنا القدرات بتاعه اللعيبه والثقات. اعتقد انما هم ماشيين لحد ما مش وحش، اما يخسر ماتش ويكسب ماتش ده مش وحش، ولكن انا بتكلم فيه على اللونج ران يعني. شايف ان فرقه زي يعني انا مش بنك طبعا مشكله كبيره وممكن تنافس على الهبوط من دلوقتي. الجيش بدايته كويسه جدا وما اتكلمناش عليه. انت تقدر تتكلم عن الهبوط من دلوقتي؟ لا خالص، ما اقدرش ولا وبعد شهر واحد كمان بعد ما يحصل تغييرات كتير، لان في فرق بتقوى وفي فرق بتضعف. السنه اللي فاتت اسوان كانت ماشيه كويس اول حد نهايه الدور الاولاني، وقعت بعد الدور الاولاني ونزلت درجه ثانيه بالظبط. فانت ما تقدرش تحكم غير بعد الدور الاولاني ما يخلص، وخاصه بعد فتره الانتقالات بتاعه شهر واحد، تقدر بعدها تحدد بقى هل استخدموا حد يشيلهم ولا مشوا حد تقيل. فانا شايف فاركو عندها مشكله كبيره من وجهه نظري برضو، مشت لعيبه كبيره وما جابتش. بس كسبوا اول ماتش تهيألي. لا خسروا اول ماتش معانا، كانوا خسروا 2-0 عندهم في ملعبهم باين اعتقد. لا فاركو من مودرن. من مودرن اول ماتش خسر 2-0 ولسه الماتش الثاني ما لعبوش. صحيح. انا شايف ان هم ما عملوش استقدامات بس كبيره، وفي نفس الوقت واحد زي محمود حماده يمشي برضو، يعني اعتقد ان واحد من افضل اللاعبين اللي موجود عندهم. صحيح. فطبعا صعبه، ولكن برضو زي ما بيقولوا كده اهل مكه ادرى بشعابها، فاحنا ما نعرفش الراجل الخواجه البرتغالي ده ايه اللي في دماغه بالظبط، ويمكن يكون عامل فرقه كويسه، او فكرهم ان هم يبيعوا بعد كده ويطلعوا لعيبه ويبيعوها، وده برضو فكر استثماري على اساس انها شركه، فلسه برضو مش باين لهم، ما لعبوش غير ماتش واحد. الاتحاد على كل المشاكل اللي فيه، المشاكل مش الاداريه، المشاكل يعني اللي حواليه، الاجواء اللي حواليه، ولكن كابتن طارق عامل فرقه كويسه جدا جدا جدا. الماتش الاولاني يعني مسكوا سيراميكا عملوا عليهم حفله بصراحه. الماتش خلص 1-0 بس محمد بسام شايل 4-5 تجوان،
فدي برضو حاجه ايجابيه جدا للاتحاد السكندري. فرقه سيراميكا فرقه مميزه جدا وفرقه كبيره جدا، يمكن ما حلفوش التوفيق في اول مباراه، ولكن اللي جاي اعتقد فرقه سيراميكا من الفرق اللي هتقف على رجلها. فانت عندك الدوري في فرق كتير، بس هيبقى حاله التخبط جامده جدا في وسط الجدول. مين الحارس اللي لفت نظرك؟ زنفولي. زنفولي واحد واثنين النهارده احسن واحد في المباراه. الهدف الاولاني اللي دخل في زنفولي النهارده يعني ايه، الناس بتقول لك ده بثلاث ارواح، لا ده باربع ارواح، لا شال كتير، خمس ارواح بلديه يعني. يعني عايز اقول لك حاجه، النهارده زنفولي عامل جيم. انت مقتنع على فكره؟ قلت لي قبل كده، قلت لك من زمان، من زمان واحنا قاعدين فوق هنا. صح. قلت لك عليه يعني من الحراس اللي بيعجبوني، واداؤه ثابت وما بيتغيرش، ومهما يقعد يعني. لما كان في بيراميدز قعد سنتين ما لعبش، بعديها راح الدخان باين لعب وكسر الدنيا. السنه دي مكسر الدنيا. لا النهارده البلديه، انا اتفرجت على ماتش البلديه وسموحه. محمود ماهر جون كويس قوي. لا جون كويس، الجون البلديه جون كويس. جون البلديه النهارده، البلديه الشوط الاولاني تحديدا كان ممكن يتغلب 4-5. تمام. ما لا جون محمود ماهر، انا جون كويس جدا جدا جدا. انا مش عارف ايمن الطويل جابه من المدرب الحراس يعني، طبعا تحيه ليه طبعا وكابتن عبد الرؤوف، ما يعرفش جه منين، بس الولد جون كويس جدا، عنده ثقه في نفسه كويسه جدا، بيعرف يلعب برجليه، عنده حسن توقع، سرعات رجليه كويسه جدا جدا جدا. يعني اعتقد الولد ده ان شاء الله مع كابتن ايمن الطويل هيروح في حته كويسه. فهو حارس جيد طبعا زي ما قلت لك، زنفولي زي ما قلت لك، بسام في ماتش الاتحاد عمل مباراه هايله. يعني النهارده في اخطاء كبيره بتحصل من حراس كبيره، بس ده شيء طبيعي وبيحصل، والدنيا اعتقد عاديه. شايف ان يعني دول اكتر ثلاثه علموا معايا في اول جوله. ما فيش حد تاني لفت نظري. لا مهدي سليمان، سوري، مهدي سليمان عمل الاتحاد. مهدي سليمان عمل كورتين في مباراه سيراميكا، هايلين هايلين. منه واحده بوكا خدها ورقص السردباك ولطشها في البعيده وعلى الارض وراحها بالطب، لمسها بطراطيف صوابعه، واحده تانية بالدماغ طلعها بطريقه مميزه. فاعتقد برضو ان مهدي عمل اسبوع كويس. فانت عندك مشكله، انت احسن ناس موجوده دلوقتي اعتقد الزنفولي، محمود ماهر، بسام. اول اسبوع يعني، انا مش يعني بقول لك على اللي انا شفته في الاسبوع ده بالظبط. المدرب اللي من وجهه نظرك السنه دي ممكن يعمل مفاجاه في الدوري، يعمل بوم كده في الدوري؟ عصام. عبعاطي. مجدي عبد العاطي. مجدي عبد العاطي. طبعا عبد الرؤوف، اعتقد الرؤوف في البلديه ولع من قبل حتى اول مباراه، خاصه البلديه النادي جماهيري، فلما اي حاجه بتلمس بتلاقي الكلام فيها كتير. انت تقدر تحكم من اول ماتش ولا 10 ماتش يعني عشان يعني شايف انا شايف بص البدايات مبشرة يعني. انا شايف انه لا، هو مدرب كويس من ساعه ما كان في الزمالك، كان ماسك فرقه 2006 ناشئين. اعتقد الولد مدرب كويس، ماشي مع الاستاف بتاعه، عامر صبري وحسام اسامه ومحمد وايمن الطويل، ماشي معاهم في كل حته، واخدهم معاه من ساعه ما كان في الزمالك ناشئين، واخد الاربعه معاه في كل حته. فاعتقد دي حاجه ايجابيه جدا، حافظين شغله وحافظين دماغه، وهو عنده قدرات بصراحه تدريبيه كويسه جدا. شايف مجدي طبعا مع كابتن صاروخ ومع كابتن عصام عبد العظيم عاملين، او عبد الله رجب، الاربعه برضو مع بعض من ايام ما كانوا في انبي بقى بيلعبوا كوره. فاعتقد برضو دماغهم راكبه مع بعض، وعاملين موسم كويس السنه اللي فاتت في الدرجه الثانيه، واعتقد السنه دي بيقدموا حاجه كويسه. يمكن دول الاثنين اللي لفتوا نظرنا كبدايات، انما كل اللي متواجدين بقى قدام طبعا. كابتن ميمي عبد الرازق مع فرقه زي الداخليه بيكسب اول مباراه انبي، والنهارده بيخسر بتروح يروح 2-1، وكان ممكن يتعادل في الدقيقه الاخيره. راجل زعلت منه الحقيقه النهارده، هو يعني هو يعني راجل لطيف فعله يعني، راجل لطيف قوي وظريف يعني. انا عارف ان هو راجل لا يقصد، ولكن في الاخر يعني كان رد فعله صعب قوي على اجويرو. على اجويرو الحقيقه. انا شايف ان الناس الطيبه دي اللي لكن تعدى يا كابتن ميمي لسانها على اخيرا. قبل ما اسيبك يا احمد، منتخب مصر هيلعب مباراتين وديتين في اكتوبر امام الجزائر وزامبيا. هترشح الثلاث حراس مين؟ شناوي ومين؟ طيب لحد دلوقتي ما فيش، هتلاقي احمد ومحمد، واعتقد انا من وجهه نظري لازم ياخد الزنفول. احمد ومحمد شناوي، ولازم ياخد معاهم الزنفول، لازم ياخد. مش هيبص لصبحي في الزمالك؟ صبحي بداياته غير جيده، اذا كان الماتش اللي فات بتاع امبارح او ماتش بيراميدز بداياته غير جيده. انا بتكلم والله فيه، والله فيه. بلاش صبحي عشان ما يبقى يعني مثلا الشناوي انت قلته في بيراميدز جنش،
جنش يعني بعد خطأ النهاردة في الهدف اللي دخل فيه ممكن يستبعد للفترة القادمة، يعني ممكن هيبقى موجود في الصورة. خلي بالك أصلا لما بجيب تجمع منتخب ما ببصش تحت رجلي، أنا ببص لأول أول بطولة. أول بطولة بعد إيه؟ أول بطولة بعد 4 شهور. فأنا هيحصل تجمع دلوقتي، هشوف الحارس ده مرة واثنين وثلاثة تحت عيني، وبعدين أجيب غيره وأبص عليه مرة واثنين وثلاثة عشان في الآخر أستقر على حد. فأنا شايف إن الفرصة الإيجابية الوحيدة دلوقتي الراجل ده شاف بسام، الراجل ده شاف الشناوي، شاف أحمد، وشاف محمد، شاف جني، شاف الجديد عليه الزنفولي. خلي بالك من وجهة نظري أحسن وأحسن لاعب في الأسبوعين لحد دلوقتي الزنفولي والله العظيم. أنت النهاردة لو اتفرجت يا كابتن إسلام على الماتش، عايز أقول لك مطلع حاجات 10 على 10. فيعني لازم انا من وجهه نظري الزنفولي يكون متواجد في الـ في الـ في الـ في المعسكر اللي جاي. انما طبعا في حاجات تانية بقى الداخليه صعبه عندنا من اخر واحد تمساح، دي حاجه تانية بقى. نتمنى على رايك والله واحد تمساح هو اللي كان موجود في البتاع. نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف الحراس بشكل جيد خلال الفتره القادمه. اسالك على الماتشين اللي في اكتوبر، زامبيا والجزائر، يعني برضو اختيارات غريبه. لا مش قصدي، هو يختار زي ما هو عايز ويلعب زي ما هو عايز، بس ليه يوم 16؟ يعني انت عندك في يوم 17 وبعدين انت عندك اعتقد من يوم 9 الاجنده او ال 10 9 او 10 10 ل 17 خلاص، ما تلعب يوم مثلا 11 او 12 و 14 و 15 مثلا. ليه تزنونا؟ لو تزنونا احنا انا فاهم، يعني ممكن يقول لك اصل دي عشان بس خلي بالك حاجات معينه للمنتخب الجزائري ومش عارف ايه والكلام ده. ممكن يكونوا هم بيلعبوا مثلا 12 او 13 وعايزين يلعبوا 13 و16، فانت برضو اصلها بتبقى حاجات محكومه وبعدين كويس ما عملهاش 17 بيني وبينك كان ممكن يعني يعذبنا زياده. هيعذبنا زياده بس لا 17 دي انت هتلعب 19 17 تقريبا. طب هتلعبها ازاي دي؟ ما مش عارف هتسافر ازاي؟ هو اصلا الاتحاد الافريقي ازاي يحط ميعاد 19 برضو 10 الافريقي يعني صعب، وهو عارف ان التوقف من 10 ل 17 يحط مباراه يوم 19 برضو عليها علامه استفهام. يعني دي برضو وجهه ده يا راجل، لما مثلا هما بيلعبوا سي بيلعبوا في اليابان خلي بالك ده منتخب مصر بس ده بعد كده تخيل بقى بتفكر على رايك لسه بقى منتخب جنوب افريقيا بيلعب فين ومع مين؟ ما انا بقول لك منتخب تونس بيلعب فين ومع مين؟ مالي بيلعب فين ومع مين؟ المغرب بيلعب فين ومع مين؟ وافرض بتلعب في اليابان صحيح. مش هقول لك يعني انت بتلعب في اليابان هتيجي بكره 18 وتسافر النهارده عشان تلعب بكره 19؟ طب ازاي يعني؟ لازم يكون في نوع من الاتحاد الافريقي برضه اريحيه شويه بيعمل حاجات غريبه قوي وخصوصا مع النادي الاهلي. ماشي يعني من انا مالكش دعوه لا انا تمام مش ماليش دعوه، ولكن هي غريبه يعني انا عندي من 10 ل 17 او من 9 ل 17 الاجنده الدوليه، اجي يوم 19 احط ماتش ماتش اتحاد افريقي والاجنده اجنده افريقيه. فانا ازاي اعمل كده؟ لا هي الدنيا عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه ونتكلم شويه عن الفنيات فقط. يعني انا بشكرك جدا يا ابو حميد على وجودك معانا، بستمتع الحقيقه وانت معايا. ربنا يكرمك يا كابتن، شكرا جزيلا. بستمتع اكتر طبعا وجودي معاك في حاجه يعني حاجه انا بحبها. ده شرف ليا يا حبيبي، ربنا يخليك. هنطلع فاصل وبعد الفاصل الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بالاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك يا حضرتك. ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذنا؟ نور الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا ينور. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك الحمد لله. كالعاده انا النهارده حلقه اعملها للجمهور، لانه الحقيقه ما حدث امبارح من ملحمه في إدارة جمهور النادي الأهلي لتذاكر المباريات والتواجد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم والوصول إلى 1.5 مليون انتظار ومليون انتظار في عدد التذاكر، أعتقد يعني حاجة ملهمة يا أستاذ جمال. طبعا يعني أنا الحقيقة عجبني السؤال ده، أنا بقوله في الأول النهاردة لأنه كل لا وهو الحقيقة أنا عجبني جدا أنه أنت بادئ الحلقة النهاردة في الانترو بتاعك بالجزئية دي، لأنه أقل شيء ممكن ان يقال حقيقي عرفانا بجميل هذه الجماهير هو اللي حضرتك قلته صحيح. انه فعلا هو كابتن اسلام استعرض من خلال الموقع الرسمي للحجز عدد الجماهير اللي في قائمه الانتظار 1 مليون. ده ساعه ما بدات الحلقه مش عارفين دلوقتي كام، هنشوف لكن هو من ساعه ما بدا الحلقه 1,500,000 و909 فطبعا رقم يعني بيتكلم عن نفسه يعني ما نقدرش نوصف هذا الوفاء وهذا الإقبال من جانب جماهير الأهلي حتى اللي مش عارف يحجز
انما هو بيصر على انه يثبت وجوده انه فعلا جمهور الاهلي. ودي برضو يا كابتن اسلام يعني انا مش هنضيف كتير عليها لانه جمهور الاهلي دايما كده. طبعا يعني طبعا. جمهور الاهلي زي ما بيقولوا فعلا جمهور الاهلي، ولكن حماية. دايما اللعيب او الجهاز الفني يحب يسمع الاشاده ده لو شافوا اللاعب. انا قصدي الجمهور هنا برضو محتاج ان هو مش محتاج طبعًا. ولكن احنا دايما بنقول او بنتعلم من جمهور النادي الاهلي، وبالتالي لما يسمع استاذ كبير زي حضرتك بيشيد بيه، لا انا بقصد كبير زي استاذ محمود يشيد بيه، اعتقد ده برضو يعني حتى يعني احنا حاسين باللي انتوا بتعملوه الحقيقه. طبعا مفيش كلام، والمسانده والدعم الدائم. لا انا الحقيقة. كلامي او معنى الجمله اللي انا قلتها انه مهما عملنا مش هنوفي الجماهير حقها طبعًا. مهما اتكلمنا، لكن حتى من غير ما بتناشدهم طبعًا. ومن غير ما بتقول لهم روحوا، هو الجمهور بيتصرف تلقائي وبيحب النادي الاهلي ويعشقه اكتر من اي حاجه طبعًا. وده شيء في حد ذاته يعني يحسب لجماهير النادي الاهلي، ونتمناهم كده على طول. يعني يا استاذ جمال، يا استاذ محمود، انت لما بتقف في طابور العيش مستني حاجه تاكلها بتزهق بالظبط، فما بالك لما بتقف عشان تشوف تذكره، عشان ده زي الاكل بالنسبه للجماهير. يعني وبعدين احنا ما عادش عندنا طابور عيش صحيح احنا كان زمان يعني لما بتقف في اي حته فيها طابور لا لا هو طبعا هو الاهلي، جمهور الاهلي هو فعلا اكله وشربه ان هو صحيح. يتفرج على النادي الاهلي ويحضر ماتشاته ويسجل اسمه في دفتر الحاضرين. يا رئيس صحيح. الكوره او الانديه الكبيره وجماهيرها وبحجم جمهور النادي الاهلي بالنسبه لهم مشاهده الفريق، يعني الاهلي جمهوره لو في ناس في ناس لو سمعت كلامه بتكلمك عن الاهلي هتبقى قاعد مذهول من حجم الحب. صحيح. بيقولوا لك كلام بالزبط. يعني ايه يدخلك وتحول الاهلي بالنسبه له الى انه غذاء روح، وهو بلا مقابل. ايوه يقول لك يعني ايه حب بلا مقابل. بص يقول لك ايه وحشنا وعاوزين نشوفه. يعني لما بيغيب فتره ايه الدوري انتهى وموسم طول وبتاع الكلام ده، لما يجي يضرب لك مثل في مباراه السوبر وتفاجئ ان الاستاد كله مليان عن الاخر، 30,000 مشجع موجودين الا قليلا يعني، والناس قطعت مسافات بكل، كان الناس بتمني نفسها بايه؟ انه اللقب وفرحه كبيره جدا والناس جايه وبتاع هارد لك معلش، هي دي الكوره وهي دي الرياضه. هل ده نال من العزيمه ومن الاصرار؟ لا لا طبعا نال، اصابهم حاله فتور. لكن عاوز اقول لك انه النهارده لما الفيفا مثلا بلغ النادي الاهلي وبقول له انه مباراه اتحاد جده او مباراه اوكلاند سيتي اي سيام من الاثنين اللي هتقابلهم الملعب ملعبك ومش عارف ايه والترتيبات ترتيباتك والحدوته والقصه وبتاع والكلام ده، والجمهور برضه اللي انا عاوز اقوله انه بدات ناس تسخن مبكره ومستعجلين قوي. يعني في ناس ومن عندنا من هنا منسبوا الى الاعلام وهم ليس وهم بعيدين عن الاعلام وليس لهم بالاعلام علاقه يعني. ولكن كل واحد معاه قرشين محيرين وحب يدور على نفسه فعمل نفسه ايه نجم في الاعلام بشيء غريب ومثير ومقزز وملفت للنظر وعيب عيب قوي تقعد تستجدي نفسك وعاوز تضحك الناس اللي حواليك ومش قادرين يضحكوا. انا حزين على ان احنا وصلنا للمنظر ده. طبعا. جمهور الاهلي دايما بينتظر رد على الكلام ده في الملعب بالزبط. يا عم رد في الملعب. طب يا عم خلاص زهقنا من الاستوديوهات والرد فيها مش جايب نتيجه بالزبط. يا جماعه ما ينفعش كده، يا جماعه خليكم في مشاكلكم، يعني خليك في نفسك. اللي طالع يقول لك بعتوا جوابين ومش لاعين ومش عارف ايه، يا عم خليك في نفسك برضه، جوابين هو بتاع ايه؟ واللي طالع يقول لك سحر وما سحرش وحاسبه، يا راجل ده احنا كان الاهلي كان عنده مستشفى وصل عدد العمليات الجراحيه في موسم 12 عمليه ل 12 لاعب. يا راجل مش عاوزين نفتح الموضوع، عشان لو فتحناه هنجرح ناس كتير جدا، لان هناك من الحقائق والثوابت والدلائل على ما كان يحدث مع النادي الاهلي. ما يصحش نوصل بعلاقتنا مع بعض، احنا بنتنافس في الداخل، ايه علاقه اللي بره بينا؟ يعني ايه ادخل واحد بيكلمك عن الدوري السعودي وبيقول لك اتحاد جده هيلاعب في الدوري موقفه ايه؟ تقول له خلي بالكم من الاهلي جاي لكم هيعمل، يا جماعه برضه ده كلام. يعني مين يحاسب الناس دي؟ ومصلحه مين؟ ولما انت يعني النجم الكبير يعني النجم الكبير يا جماعه حاجات كده سكت وببص انا هعمل ايه طيب؟ مش قادر انا اصلا انا اتفرجت على اصل خلي بالك مقدم انا سؤالي طبعا لان هو انا كان سؤالي هيبقى بس بطريقه ثانيه. ايوه هل الاقبال الجماهيري ده سحر وشعوذه؟ حلو يعني انت دلوقتي خدت الاجابه وهتحط لها سؤال طب هعمل ايه؟ ما هو احنا لازم نتكلم على الاقبال الجماهيري. يعني انا دلوقتي اقول لك ايه؟
انا في بعض من لا يشجع الاهلي حطيت على تويتر يقول لك ايه اصله اسلام قايل ان في 1.5 مليون اهلاوي منتظرين. احنا بنقول قائمه انتظار يا اساتذه، قائمه انتظار دي يعني فيها اهلاوي واتحاد جده ومنافسين وكل حاجه. للاسف الشديد يعني الناس بتاخد الكلام وتحطه وتقعد تضحك على الناس يا عيني باي طريقه، لكن في الاخر مش مشكله. لكن في الاخر اللي انا السؤال عايز اساله لحضراتكم برضه، هل الاقبال الجماهيري ده ولا والتواجد الاهلاوي ده نعتبره سحر وشعوذه او نعتبره بالسحر والشعوذه ولا ايه؟ زي ما بنقول حتى لو في سحر وشعوذه ده باللعب، يعني ما فيش حاجه اسمها سحر وشعوذه ان انا اعمل عمل لفلان عشان اكسب مش عارف ايه عشان اكسبه والا ودي اتقالت 300 ألف مره. لو انا لو كده العمليه ناخد كاس العالم لكره القدم، صحيح في كره القدم على مستوى المنتخبات، مش انت ولا مش انت اللي هتاخده يا استاذ جمال، ده في ناس تاني احسن منك في الحدوته دي. لا ونحتفظ لا ونحتفظ في ناس احسن منك كانت عملتها. لا ونحتفظ بكاس العالم. معلش اقطع كلامك افكرك بمنتخب زئير لما صعد لكاس العالم تمام 78 صح؟ ايوه اتغلب كام؟ اتغلب كتير 10-0 وكان وقتها بيتكلم ويتكلموا على ايه؟ على السحر والشعوذه والسحر الاسود. ما نفعهمش يا باشا، اقول لك الأسود. ما انا ثواني بس ما نفعهمش. ليه بتدخل في دايره وهو نسي ان يعني ما يجري في هذا الملك يجري باراده وامر الله سبحانه وتعالى ونعم بالله وما طبعاً هم بضارين به من احد الا ايه؟ الا باذن الله. يعني انت ليه مدخلنا وراح تحكي في موضوع بره لدرجه انه بهزر انه كابتن محمد نور بهزر قال كابتن محمد نور والله محمد نور كلام يعني بص كابتن قاعد مستغرب يا اخي يعني ما تحرقش انا بس بعدين هبقى اقول لك يعني كابتن محمد نور مش يعني قاعد بيقول لك ايه ده ازاي المنطق ده يعني ما هو الهدف يا جماعه يا اخوانا يا نجوم يا اللي عاملين نفسكم نجوم انا سالت سؤال معلش انا سالت سؤال في البدايه لو انا شاب خلي بالك ميدو له محبيه خلينا نبقى متفقين ميدو له محبيه فده خدها كقدوه يعني لو واحد من الشباب يعني. اللي قاعد بيتفرج على ميدو وبيحب ميدو وشايف ان ميدو ده مثلا اعلى ليه يبص للموضوع ازاي يا استاذ جمال يعني يعني هو ساعتها يبص لميدو يقول ايه طب خلاص يقول لمامته ايه وهي بتقول له اقعد ذاكر يا ابني ما تذاكرش ولا حاجه ايوه كده الولاد هات سحر بقى ولا هات شيخ يعمل لك سحر زي ما هو بيقول لو قلت لابنك او لحفيدك او لابن اختك او ابن اخوك ذاكر يا ابني عشان تتفوق وتبقى كويس يقول لك لا انا خلاص انا اتفقت مع الشيخ ساحر هيعمل لي عمل عشان انجح في الامتحان. وانا ناسي الساحر ده كلام مش ساحر بالشيخ صحيح برافو عليك يا شيخ رئيس اللي هو بيطلق على عاوزين نقول عليه ساحر على طول لا عليه ساحر خلاص ساحر بعرف انا مش صحيح. في مجال تعريف هو بيتقال عليه كده لا ساحر هو بيتقال عليه كده الساحر ده لو يقدر يعمل كل حاجه يا كابتن اسلام ما كانش حد غلب زي ما بيقولوا مظبوط ولا كان اتحلت مشاكل اقول لك حاجه بدل ما تتعاقد مع مدير فني اجنبي تعاقد مع لاعبين تعاقد مع ساحر وشويه سحره صغيرين ينزلوا في التشكيل لا يقعد لا ما ينزلوش في التشكيل يقعدوا في المدرجات يقعدوا لا يقعدوا ورا الجون او يقعدوا ورا الجون يعني عارف ايه بجد يعني هو برضو نقطه مهمه قوي ان الكلام ده ممكن واحد يقوله لو هو مش مسؤول او لو هو مش قدوه يعني ممكن اصبحت الان اذا كنت تريد ان تقدم نفسك كمحب لنادي او او كاداري في نادي او كرئيس نادي انهم بيصدقوا حتى لو انت عايز تقدم نفسك بتجامل جمهور ناديك مش بهذه الشكل وبهذه الطريقه مش بهذا الشكل هو جمهور ناديك مش هيصدقك برضه لان لا يمكن فريق زي النادي الاهلي واخد 43 دوري بالسحر والشعوذه كذا بطوله افريقيا بالسحر والشعوذه 11 نعم جهد وعرق واخلاص يا جماعه الكلام ده بيودينا في سكه ثانيه يا استاذ جمال تسطيح والا ما كانش حد بقى لا ده مش تسطيحه بس ده لا ده تسخيف من العقل لما يبقى حد زي ميدو وراح طرف بره وخد تجربه ويجي يختار كلام غير محله وسياق الكلام في الحلقه غير مبرر بالظبط انا اتفرجت على الحلقه كلها عادة خلينا اسالك سؤال ما هو الداعي وما هو الهدف انا قاعد في مكان ضيف عندي جماعه وبقول لك ايه خلي بالك ده اسلام الشاطر جاي لك وهجاي لك فاصله لما بيقابلنا بنحس ان احنا متكتفين مش عارفين نعمل حاجه اصله بيعمل يا راجل خلي بالك بقى خلي بالك هيسحرك لا 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 يعني عاوز اقول لك حاجه اديني مبرر وانت
انت تتكلم على الموضوع ده؟ انت اللي طلعت وماليت القنوات وقلت كلام ناس كتير قالت لك ايه اللي انت بتقوله ما صحش. يعني هل انت يعني اقول لك ايه؟ اقول لك ايه والله بجد انا حزين الفكرة. جدا انا بس حزين برضو يا كابتن. يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا كنت عايز اكلمه اقول له ايه الفكره في ان انت تعمل يعني، هل انت بتعمل كده؟ ايه الفكره يعني بتشحن يعني لا لا بيشحن لا بيشحن لا شحن لا شحن طبعا واضح ولا شحن عارف لمين؟ شحن للجمهور برضو. ما هو الطرف الثاني في ناس هتتلقى في الخيط يقول لك اه لو اتحصلت حاجه في الماتش لا ده الموضوع ده صح. وقال ايه؟ يا سلام يا سلام على الطاقه. طب والنتيجه قال وما اقرا يعني اقراوا كثيرا من القران حتى يا طب انت ما عملتش لك لا يعني طب واللعيبه الغير المسلمين هيقولوا ايه؟ اقراوا اقراوا ما تيسر من الذكر. بمناسبه الموضوع ده زمان لما كان يجي مثلا الفرق بتستعد لماتش افريقي يجي يقول لك ان الناس عملوا مقراءه لا عملوا مقراءه قران لا بس دي لا احنا كلنا كنا انا عايز اقول ايه؟ انت عارف ان في لعيبه انا عايز اقول الاعلام هنا يجب ان يعني لا يشيع هذه الامور لانه طيب. هي دي للتبرك خلي بال حضرتك هي دي للتبرك في لعيبه لكن ما هياش هي اللي بتصنع في لعيبه الفوز جمال كانت بتعمل ايه؟ في لعيبه قبل ما تنزل الملعب مباشره يا بني ده عادي مباشره عادي. يعني ايه؟ يوم جاي ماسك المصحف يقرا صور معينه ده عادي جدا معينه بيتبارك بيها بيتبارك ويطمئن ويطمئن والكلام ده كله. واحد تاني لا واحد تاني جنبه قاعد بيهزر وبيسمع مزيكا وبيعمل ملهاش علاقه بالظبط كل كده. واحد بطريقه وكل واحد على حسب جهده كل واحد على حسب جهده وربنا سبحانه وتعالى يكافئ المجتهدين طبعا في اي مجال طبعاً على فكره طبعاً مش في الكوره ولا في الرياضه ولا في الكلام ده صحيح اعمل اللي عليك اولا وربنا هيوفقك وهيكرمك استاذ جمال ما هو الهدف؟ ايوه انا بس نفسي اوصل ما هو الهدف من اشاعه هذا الكلام؟ كلام يعني كلام. لا ايه الهدف؟ لا شحن طرف إيه حتى لو شحن سؤال ماشي سؤال. احنا دخلنا في الموضوع ده مين؟ قبل مواجهه اهلي جده الهلال وقال لك ايه؟ ومش عاوزين يهربوا وراحوا هربوا جات الظروف سبحان الله ها جات الظروف وكان الرد مزلزل في ارض الملعب صحيح خلاص جينا دلوقتي شغالين على ايه اتحاد جده وما تعرفش تكسبوه ومش عارف مين والماتش نعمل ايه بقى نروح مفرقعين بقى فرقيعه كده ونبدا نشتغل عليه هناك بامانه شديده وده استمرار لحمله ممنهجه يقودها بعض من المنتسبين لنادي الزمالك من فشلوا في تحقيق بطوله داخل المستطيل الاخضر للبحث عن بطوله وانجاز على الشاشات التلفزيون وبث السموم في ظل صمت عام لا ينتمي الى الاعلام الراقي والمحترم لا ينتمي الى تقديم رساله مهمه كل الهدف هو تشويش وتشويه بطولات الاهلي وانجازاته بصوره اخرى لتعويض حاله الفشل والعجز اللي انا حاسس بيها فانا بضطر ان انا احطم لك كل حاجه ابنك كويس وشاطر هقول ده بيغششه واعمل له لجنه خاصه ابنك طالع الاول على الثانويه العامه لا ده معاهم كذا طلع الاول في طب وكسر الدنيا هعمل لك المشهد عندما يخرج عن سياقه وتلقى لاعب بحجم ميدو محترف وخد تجارب الناس اللي بره على خلينا في اللي بره هيسمعوه هيقولوا له ايه الراجل بيقول له ده احنا لعبنا قدام الاهلي وكانوا احسن نجوم احسن مننا وكسبناهم انا كنت بلعب الماتش ده خلي بالك اهلي جد ايوه 2005 2005 في افتتاح 1-0 1-0 ماشي محمد نور خلاص او يعني خبطت في كذا حد انا بكلمك انا عاوز اقول لك ايه هو الهدف ليه بتشحن ناس ضد الاهلي هذا استمرار في ممنهج واللي قول لي غير كده هقول له لا استمرار ممنهج من هؤلاء عاوز اقول لهم ايه؟ مش عاوزين تتعظوا؟ مش قادرين تشوفوا الرسائل ربنا سبحانه وتعالى؟ انتوا بتقولوا كده ها؟ والاهلي عمال يحقق انتصارات وبطولات ويفوز بفضل الله تعالى وبتوفيقه وبحجم الجهد، يعني ليه نصل لمرحله وبعدين تكلمني عن زياده مساحات التعصب؟ مين اللي بيعمل التعصب؟ انا اتحدى يا كابتن اسلام انه حد يطلع يقول لي مين هم من نجوم الاهلي السابقين طلع اتكلم عن الزمالك في الأرض يوم ما احمد بلال اتكلم في حلقه ولا اتنين عن مصطفى محمد قامت الدنيا ما عادتش وازاي تشكل فوق منه ما انا بكلمك اهو وقتها احمد كان بيتكلم فنيا ما جرحش ولا قال لكن انت المشهد بادئ من اربع خمس ست سنين النهارده ايه خلاص يا جماعه هنعمل ايه؟ نشتغل على الجزئيه دي نحن جزئيه ايه؟ نتكلم عن الاهلي والتحكيم والبطولات وكانه بتلعب مع طرف تاني طرف من الملائكه المسلمين بس انا هقول حاجه اصلها برضو معلش
انا مش عايز اوصل الموضوع ان هو يعني خطه محكمه. لا خطه محكمه يا زمان. لا لا بص عليها وتابعها كويس جدا يا ريس. هي حاجه عامله زي ايه؟ لا بص يا استاذ جمال، هل خطه محكمه؟ لا لما يبقى في النهارده قبل بس ما حضرتك تكمل ماشي، اذا كنا بنسال على معايير ظهور كادر من الكوادر ده انا مش متفق. فاذا طبعا في بعض طبعاً الاوقات هناك بعض الكوادر الصغيره او الشابه أيوة أيوة تتخذ من الكبار. هتقلد لا بتقلد الكبار صح. فمن الواضح ان ميدو قلد حد قبله ايوه، او عايز يقلد حد قبله علشان يعني ينصب نفسه كادر من الكوادر من وجهه نظره أيوة. معرفش أيوة. انا فكره يعني ده انا بتكلم مع حضرتك استنتاجات وبالتالي هناك بعض الولاد الصغيرين اللي بيحبوا أيوة. ميدو هيشوفوا مثلهم الاعلى ميدو ايوه من وجهه نظرهم بيعمل كذا وكذا 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 فهيعملوا زيه طيب. وبيتكلم بالطريقه دي كذا وكذا ماشي. وكذا اذا يجب او دورنا وجهه نظري أيوة. انه نوقف مثل هذه الامور ويكون هناك معايير محدده للكوادر اللي بيتم هل الكلام اللي بيتقال ده هيوقف انتصارات الاهلي؟ لا لا مؤاخذه لا لا ولا هيعيد امجاد الزمالك. طب رايح حضرتك ان احنا نسكت ما نتكلمش في الموضوع؟ لا بالعكس أوكي. ما احنا بنتكلم في لا الموضوع لا انا بتكلم بس رأيك. انا مش بقول ان احنا ما بنتكلمش، ما احنا بنتكلم في الموضوع بس انا عايز اقول انه كلام يعني اصغر من ان الواحد يركز تعرف هو لو الكلام ويخليه التوجه عنف وجميل وفظيع. ولكن لو الكلام انا برضو ما انت ممكن تاخده من ناحيه ثانيه يا استاذ جمال. الناس اللي في الاستوديو اللي سمعوا هذا الكلام كان ردهم ايه؟ لا ده غيره، ده الراجل يعني مستنكرين قفل الموضوع. مستنكرين هذا الكلام. ولكن انا بقى وجهه نظري في القصه انه ليه في القناه السعوديه؟ ايوه يعني والله ما يعني هو ما انت بتاخدها يا استاذ جمال ما هو الكلام بيقوله كابتن اسلام انت دلوقتي الناشئ الصغير ال 12 و14 سنه تغذى على هذه الفكره صحيح. انت لو نزلت الشارع واحتكيت مع الولاد الصغيرين بس يا جمال يعني احنا بننزل الشارع يعني تبقى موجود في اماكن يطلع ولد صغير يقول لك ايه؟ يعرفك لما يعرفك شكلا يروح لاملك جمله. هي دي هتحل المشكله. مش هسيبك الحل سيبك من الموضوع ولكن هو بيتكلم في الاساس، احنا بنتكلم في الروتس خلاص. انت زرعت حاجه دلوقتي وانت بتربيها كل شويه استراتيجي جدا جسيم صح بيرتكب للهروب من المشاكل. لا الهروب من الواقع. الهروب من الواقع. هو ده اللي بيتكلم فيه. ما هو زي المخدرات. وجهه نظر حضرتك انا لما ده فعلا. لا انا عايز اخرجك من الواقع فاقول لك يا اخي لو بس انت جبت الشيخ الساحر فلان الفلاني هيقعد معاك شويه هيظبطك. طب ما في اشياء اخرى علميه يعني يا ميدو انا عايز ابقى اغنى واحد في العالم ان شاء الله. تعالى انا عارف انا وعايز ابقى اكتر واحد صحه انا اجيب لك انا اجيب لك الكلام ده جاب والله كلام يعني جاب كابتن اسلام. لا انا بقول لحضرتك ومع الاستاذ جمال وبالحسابات المنطق لا حملة ممنهجة. ولو مسكنا ورقة وقلم ورجعنا 6-7 سنين من وقت ظهور تأجير بعض الساعات على بعض القنوات كان واضح، كان واضح الهدف والواضح وصلنا إلى هذه النقطة. إن هناك من تخصص. أسألك سؤال، هناك من تخصص الشباب الصغير ما أنا بكلمك. لا هناك من تخصص واحد مش لاقي شغل ماشي لعيب كان لعب للطرفين ومش لاقي شغل عاوز تتعين هاجم الأهلي. دي خلي بالك دي فيزيتة المقابل. اطلع لو اقول لك ايه بقى انا لعبت في الاهلي وشفت وبتاع وعملت وبتاع وقول زي ما انت عايز المقابل ايه استعرف. عايز اقول لحضرتك حاجه انا بالنسبه لي ولا يفرق معايا الكلام ده، انا اللي يفرق معايا الروتس الجذور اللي اتكلم فيها الاستاذ محمود والشباب الصغير. الشباب الصغير اللي عنده 12 سنه لا تاسس لا لا ده خلي بالك لا لا بص على الولاد وشوف الهدف. لا الهدف بص بامانه شديده لا الخطه نجحت. لا الخطه نجحت ولن تفلح انك انت تاخد الموضوع ده غير بعد فتره غير ما يعني لما تغير المشهد. لكن استمرار النهارده واحد عنده صفحه لعيب كوره ماجرها لصاحبه انا مش فاضي النهارده عندي مشوار خد انت ساعتين احكي زي ما انت عايز نطلع نقول اصله الاهلي بعت جوابين والجوابين دول هم اللي غيروا الموقف يا عيني عليك يا ناصح خلاص كده ايه الابداع يعني. ده والله لا وبيكلمك على لا 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 وبيكلمك على ايه على المصداقيه وضامن يعني النادي الاهلي عمل ايه؟ بعد جواب بيقول لهم احنا عاوزين تحكيم محايد. طب ايه المشكله في الموضوع؟ لا ما هو اداهم السكه قال لهم يعني خلص ايه تخيل خلص ايه؟ ما هو ما هو ده ما هو ده لا يودينا لامبارح
واقعة غريبة لما سألنا في لجنة الحكام الحقيقة سألنا قالوا ان اللي حصل ده مخالف للبروتوكول اللي هو كلام كابتن امين عمر ان هو يظهر مع الفار وما ينفعش إذاعة حوار غرفة الفيديو مع حكم الساحة ما ينفعش ما ينفعش على الهواء لكن هل هناك محاولات من البعض لعرقلة وجود بريرا برضو؟ في محاولات طالما النتائج مش هتيجي على مزاجي هبقى ضده. في ناس واخدة رفع هذا الشعار خلاص واضحة. واضحة في ناس رفع شعار إذا ما كانتش النتائج هتبسطني أنا هخربها كده. ما أنا برا المشهد دلوقتي. هي الفكرة إيه؟ الكلام دلوقتي على مباراة معينة. الزمالك كان مع مين؟ مع الزمالك مع المقاولين. مع المقاولين. امبارح مع المقاولين. إيه علاقة الأهلي؟ إيه علاقة الجوابات اللي بعتها الأهلي؟ ما هو ده برضه نوع من أنواع الهروب من الواقع. من الواقع. والله العظيم بيغيبوا الواقع، بيغيبوا المخ. يعني أنت النهاردة عندك مشكلة في ماتش معين. ما تتكلم عليها وحط نقط تحت كل حاجة. بلاش كده. انت اشارت الحاجة برضو في الانترو انك ناس بتجري ورا الحكم عشان تضربه. طب ما انت خد اجراءاتك القانونية. ما اتضرب فصوان يا استاذ جمال. نعم. ما الحكم اتضرب فصوان. ما حدش عمل له حاجة. ما احنا كنا بنسعى بقى يعني استاذ محمود. وده معناه انه ده يتضرب في اسوان. ده الصح يعني. هل دي بقى لا انا بكلمك ايه القرارات اللي اتخذت يعني. خلي بالك ما هو نفس اللي اتضرب في ما انا بكلمك. أيوة هو نفس اللي اتضرب عليه. هو قاعده يعني. ايه القرارات اللي مش قاعده هذه مش قاعده. انا ما اقولكش قاعده. هي الفكره انه انا بتكلم على ايه في محاولات التغييب. انا بتكلم معاك دلوقتي دي الورقه دي انت تقولي لا ده مش ورقه. طب يا عمر تفسير معنى دي ايه ورقه ولا مش ورقه صحيح ولا لكن كرتونة. انا كمان اللي اغرب بالنسبه لي يا استاذ هو كابتن مدحت عبد الهادي ومدحت جيلي وصديقي وكل حاجه مالهاش علاقه ولكن كابتن مدحت ده هادي مش موقوف ماتشين ولا انا تيالي المفروض هو كابتن مدحت كان واقف في الملعب امبارح صح طبعا وكان بيدي تعليمات وكلم مع الحكم طبعا لا طبعا هل ده غلط ما انت لازم تطبق قانون هل ده غلط ايوه غلط حلو جدا طالما غلط لماذا لا يطبق القانون لو على فكره لو كابتن سامي قمصان كنت هطلع اقول هذا الكلام برضو يعني انا بس عشان تبقى بس هو النادي الاهلي مش هيوصلنا لكده مش هيخليني اقول ان كابتن سامي كان مثلا لا قدر الله بعيد عنه كابتن سامي ما بيعملش حاجه ولا كده بقول مثلا كابتن سامي موقوف ماتشين النادي الاهلي اكثر التزاما من اي حد انت قصدك الاهلي مش هيعمل كده مش هيعمل كده اساسا لكن هو انا لما اطلع اتكلم واقول يا جماعه انه هناك لائحه بتقول انه الاستاذ محمود صبري موقوف ماتشين او موقوف حلقتين وما ينفعش يخش لما اخذ استاذ لو شفتك هنا لو شفتك هنا الاقيك موجود وقاعد عادي هل الامور اصبحت لهذه الدرجه لا طبعا يعني انا جديدة يعني انا كنت متخيل ان احنا ممكن نبدا السنه اين مراقب المباراه اين مراقب ده بص اين مراقب المباراه مراقب المباراه مكلف من مين من اتحاد الكره المفروض مسؤول عن المشهد ده كله بالزبط. هل هيبقى فيه ده يسمى عدم احترام للعقوبات وعلى فكره المفروض تضاعف العقوبات ايضا من المراقب يفاجئ انه موجود ونزل بيتكلم مع الحكم اتكلم مع الحكم ازاي والحكم سامح له ناخد ادخل معاه في نقاش ازاي وكان المفروض يقول ايه اللي جاب ده هنا المفروض على الاقل لكن الامور يا كابتن خلاص تاخدها زي ما تاخدها كده زي ايه المشهد تحول اليه ترك الاداء الفني والشغل المدير الفني وكلامه وكل اللي عمله في المباراه اتركن على جنب وبقى بطل المشهد ثلاث حاجات دول يخليك يؤكدوا لك على الحدوته ايه بدل المشهد ضربه الجزاء والطرد بتاع حاتم سكر ما يجيبش سيرته والكره كورنر وفي الاخر تطلع الزاويه العكسيه والكره كورنر واحمد علاء تحول الى مشهد وكانه الدنيا قامت وما عادتش ولازم يطلع يعتذر على الهوا والمذيع اللي على الهوا يقول لك ازاي والتصرف طب يا جماعه حرام عليكم ده في ناس كانت بتعمل وتروح وتيجي وتقعد في الماتش ومحدش على لا ولا حد بص لها ماشي في مفاجات مع الاهلي محدش قال لك ولا اعمل زي ما انت عايز ليه لك يعني عاوز ايه هو الهدف ومع ذلك كلنا اعترفنا انه قد يكون هناك بعض القصه في الموضوع والراجل طلع اعتذر احمد ما انا اعتذر في قد ايه ده مفيش ثواني طلع اعتذر والمدير الفني قال له معلش مش عارف ايه والكلام يعني عاوز اقول لك ايه بتاخد الحدوته لسكه ثانيه ما جيبش موضوع مدحت عبد الهادي
ما خدش باله، ما حدش يعلق عليه، واللي شافه ما بيتكلمش. لكن لو اللقطه دي أهلي بص النادي الاهلي، يا نهار ابيض، لا 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 انا بقول من دلوقتي، لا لا لا. انا بقول من دلوقتي لما قال اوساريو، لما اوساريو بتاع نادي الزمالك قال في تصريحه واتكلم عن الاعلام، ها هو والراجل المترجم ده بتاعه، ده فيديو منتشر على فكره، هو بيهاجم الاعلام بتاعكم، بيالف الاعلام بتاعكم، ما حدش علق. لكن لو كان الدكتور خالد الجواد يمكن عمل تصرف، ولا كولر عمل تصرف، كان لن تجد ده في الاهلي. انا بكلمك، لا انا بكلمك، كان انا بكلمك، كانت الدنيا قامت ولم تقعد. اذا قطه الاهلي ايه؟ جمل. جمل صحيح. والاخرين ايه؟ عشان كده انا بعمل إيه؟ عينيك. بس الناس ممكن تقول لي يا عم اسلام، ما احنا بقى والفتنه يا جماعه، والله ولا تعصب ولا فتنه ولا حاجه خالص. اذا كان هناك لائحه طبقها على النادي الاهلي قبل ما تطبقها على اي حد تاني. طبعا اللائحه بتقول ان لو واحد من اللي موجودين في الجهاز الفني، مترجم بقى مش مترجم ماليش علاقه، بيجري ورا الحكم او عايز يصيب الحكم، او لها عقوبه ومنصوص عليها في اللائحه دي. اول حاجه. تاني حاجه، اللائحه بتقول ان طالما هناك مدرب موقوف، سيبك من الزمالك، طلع الزمالك بره القصه، انا بتكلم يا اخي في الاهلي، اذا كان هناك مدرب موقوف مباراتين لا يجب ان يكون متواجد في الملعب. هل انا بقول حاجه اختراع يعني؟ يعني هل انا بقول اختراع حاجة جديد؟ اختراع جديد مثلا؟ هل انا بزيد التعصب بهذا الكلام؟ يعني انا لما اطالب بتطبيق اللائحه قانون ولا تطبيق القانون على النادي الاهلي قبل اي حد، هل ده معناه ان انا باطالب بكذا وكذا وكذا حاجه؟ يعني انا بجد والله بقيت مش عارف. يعني انا هل المفروض الواحد يطلع، اطلع الحلقه اعمل كده هسكت مش هتكلم في حاجه اسكت ليه؟ وانت حتى لو بتعمل برنامج في اي قناه هتتكلم في هذا الامر، ما انت هتتكلم في طبعًا الامور الفنيه طبعًا والامور القانونيه طبعًا اللي هي لازم مراعاتها في اي مباراه طبعا. مش عايزه كلام يعني؟ لا، وانا بقول هنا بما اني في قناه الاهلي، انت لا وانا واخد خلي بال حضرتك، انا الاداره بتقول سياسه الاداره في النادي الاهلي كده، انه الالتزام التام باللوائح والقوانين طبعا، الالتزام التام. فبالتالي انا متاكد ان هم هيقولوا لي طبقها على الاهلي الاول. ايوه، فانا عشان كده بطلع اقول هذا الكلام. والاهلي بيسارع قبل الاتحاد الكوره بتوقيع العقوبات لو اي لاعب من عنده صحيح، او زي ما حصل مع حسين الشحات، زي ما حصل مع حسين الشحات صحيح. يعني الناس كلها اشادت بالموقف ده، لان ده طبيعي جدا بيحصل في النادي الاهلي، ان هو بيبتدي لا بيحصل. وخلي بالك ده غلط، تم تغليظ العقوبه، العقوبه أيوة كانت كذا بقت كذا، ولما عرضت بعد كده الكابتن محمود الخطيب ضاعف العقوبه، غلظ العقوبه بالظبط كده، لان انت بتشتغل بنظام. وخلي بالك انا اسف، اجمل من كده التزام الشحات حسين بعد كده، ومستواه المتصاعد بسم الله ما شاء الله، لان هو عارف ان هو اخطا، مفيش حاجه غير كده، هو ده النظام المتبع، والنظام ده لمصلحه الجميع. وده اللي انا بقوله بقى، لماذا هيسري عليه وهيسري على غيره في النادي الاهلي يعني؟ أيوه. فلماذا لا يطبق، ناخد الفكره هنا ونطبقها في اللوائح والقوانين في الدوري العام المصري والمسابقات المحليه. واحد موقوف ماتشين موجود ليه في الملعب يا جماعه؟ بالظبط. بس ادي سؤال بساله لمن له السلطه في الاجابه عليه بعد اذن حضراتكم ردوا عليه. على فكره ممكن حد يعني في الدوري الانجليزي بيحصل ايه؟ العقوبه بتبقى مثلا اتخاذ العقوبه بيبقى الحد اللي بعده، فممكن يكون في من الحد للحد لعب ماتش الاربع مثلا فيلعب الماتش، او لم يتم الابلاغ رسمي. بس حد يطلع يقول لنا لا، بس القرار المفروض انه صادر يعني. انا ما يعني اللي انا فاهمه كده، يمكن في حاجه حصلت. حقه ان هو ينزل الملعب؟ معرفش، ما هو دي برضه ده بقى برضه من ايه؟ ما نقربش من حقه ينزل ينزل الملعب امتى؟ ما بين الشوطين ومحدش يشوفه، راح يقعد يتكلم مع الفرقه بتاعته مع الجهاز بقى. لكن هنا قال ايه يا كابتن؟ انت لما تيجي تعمل حاله قراءه للمشهد لبعض المواقف، هي دي اللي بتخليك تثير الشكوك. ها؟ صحيح. يعني اسالك، في ماتش بيراميدز حد ذكر حجم الشتايم اللي نالها يوسف اسامه ويوسف جعفر؟ ها؟ ده كان تخصص حلقات يا جماعه ارحموا رمضان صبحي، كفايه سيبوه يا جماعه. انا لن داخلي انا كنت بتكلم عن الاستوديوهات يا كابتن. هي بتتغاضى عن ايه؟ عن حاجات وبتكشف وتفرد مساحات في كلام. انا بتكلم على كده، انا بتكلم على ايه؟ الكلب مكيالين، الكلب مكيالين واضح يا استاذ محمود. هو في حد يا استاذ جمال، استاذ محمود، هو في حد اتكلم فيما يخص موضوع ميدو غير قناه الاهلي مثلا؟ لا ولا حد. لا عارف ليه حضرتك؟ انا كان نفسي ان انا الاقي توجه عام. هو مش توجه، ولكن هي
الحقيقة الواقع الواقع ان انت يا ميدو غلط بالظبط يعني غلط عادي ما فيهاش حاجة ميدو اسم كبير وكل حاجة ولكن غلط وانت كلامك من منطلق انه هو يفترض قدوة حقيقي للجميع حقيقي انا شفت تابع نايا لعيبة سواء جمهور اهلي جمهور زمالك المفروض انت قدوة صحيح ولاعب محترف صحيح وليك لازم تبقى واخد بالك من كلامك بالظبط طيب. كده لان الناس هتقلدك عشان بس ما يعني نلحق ما نتكلم نلحق نتكلم انا برضو باجد في موضوع التحكيم ده كمان تحديدا لانه انا الاسبوع اللي فات اذا كان هناك اخطاء واضحه في بعض المباريات ولكن انا دايما بلاقي بعض المسؤولين السابقين اللي تمت اقالتهم من لجنه الحكام بلاقيهم موجودين في الاستوديوهات بشكل شبه اسبوعي وما بيعملوش حاجه غير الهجوم على رئيس لجنه الحكام الاجنبي ايه راي حضرتك كتير وفي في نجوم سابقين في التحكيم بعد المباريات مباشره انا متابع انا قاعد كده عامل زي الريموت كنترول ده كلنا. اختراع لا الريموت كنترول ده اختراع صحيح. بلف كده على القنوات فبلاقي الراجل راجل او اتنين يعني شغالين في كل القنوات طب انتوا بتطالبوا باحترام قرارات التحكيم ها صحيح. ولو انت بكره تم اختيارك في اي عمل هيبقى نفس قرارك في لجنه الحكام هيبقى نفس قرارك هل ده هيبقى نفس الموقف ما اعتقدش لسبب انا بقول كده مش اي كلام قبل كده كان في ناس بيهاجموا ولما بيخش اللجنه بيبقى حاجه ثانيه هل احنا هنا بقى ما انا عشان كده بتكلم على ايه انتقاد الحكام من قبل الحكام انا شايف انه مساله صعبه جدا ليه لانه المفروض الراجل الحكم السابق ده الناس تصدقه اكتر مني ده راجل بتاع تحكيم انا لو انتقدتك ماشي يعني لو انا انتقدتك كصحفي هيؤخذ كلامي ابناء او العكس ابناء مجال واحد يعني. ابناء مجال واحد يعني ولاد كار زي ما بيقولوا فالمساله دي لابد من وضع ضوابط ليها برضو مش اي حد يطلع يهاجم بس احنا يا استاذ جمال داخلين في سكه انا بس هنا معلش يا استاذ محمود برضو لانه مهم جدا طب لماذا لا يبادر اتحاد كره القدم بحمايه يعني احنا شفنا ما حدث سابقا مع كلاتنبرج وكلنا انتقدنا ما حدث مع كلاتنبرج ولم يقم اتحاد كره القدم بحمايته بدوره في حمايه رئيس لجنه الحكام لماذا لا يبادر اتحاد كره القدم من الان ما هي دي المشكله مناط ورأس الأمر فين؟ في ضعف الاتحاد الكرة في تطبيق القانون أيوة. حتى قال لك هنطبق القانون على مين اللي هنتقد التحكيم من رئيس نادي للجهاز الإداري كله في أي حد يخرج على النص نعاقبه احنا مع حضرتك هنا احنا تعبنا من كتر تكرار اللي بيحصل برا انه مفيش حد يقدر ينتقد حكم ولا رئيس لجنة حكام والله وايه اعتى المدربين لما كان بيخرجوا على نص في الدوري الانجليزي العقاب كان بيبقى يا دوب بيخلص يكون صادر عقاب بايقافه وغرامه ماليه لكن انت خلاص انت هدرت كرامه الجميع منتظر ايه يا جماعه ما النهارده عندك في الماتش النهارده في ماتشين اتلعبوا النهارده فيهم قرارات خاطئه اخرهم ضربه الجزاء بتاعه محمود القرارات الفنيه نتكلم فيها انا بكلمها ولكن انا بتكلم على اللوائح والقوانين وعدم تطبيقها وعدم المبادره بحمايه هذا الرجل اذا لم يكن رئيس اتحاد الكوره واللي معاه جادين في حمايه اللعبه والحفاظ عليها مش هتحقق ذلك غير بحمايه الحكام الله ينور عليك تحت بص وحمايه الحكام طيب. يكون بتطبيق القرار على الكبير قبل الصغير صحيح اذا لاحظ الصغير ما يحدث مع الكبير هيكون في موقف لكن انت تركز كده جمال. خلاص استاذ جمال علام هذا الثلاثي يعني او اساتذه كبار زي الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري بيقولوا لحضرتك طبق كل اللوائح وكل القوانين احمي الحكام احمي حكامك ولو لا قدر الله حصل حاجه من النادي الاهلي انا متاكد اهو بس انا بقول لحضرتك لو حصل حاجه طبق القانون يا فندم وطبق اللائحه ولكن طبقها على النادي الاهلي وعلى انديه الزمالك وعلى كل الانديه يعني الزمالك والاهلي والاسماعيلي وكله كله كله فده اللي احنا بنتمناه احنا الاهلي لما بيبقى له وجهه نظر في التحكيم بيعبر عنها لا بشكل زي ما اي نادي له وجهه لا بشكل رسمي صحيح بيخاطب اتحاد الكره بالفعل صحيح ما بيحصلش يعني ال ال المجلده دي يعني انه جلد الحكام وجلد رئيس لجنه الحكام وفي ناس بيتكلموا دلوقتي بداوا يقولوا يمشي يمشي وكمان لو جابوا واحد تاني
لازم تمشوا اللي معاه يعني. يعني المفروض احنا نتعاقد مع لجنه حكام كلها من بره كويس، واتحاد كوره بقى كمان، ما نجيب كمان اتحاد كوره اجنبي انجلترا كده تجيب لنا شويه اعضاء وشويه ورئيس اتحاد ولجنه ماشي. طب انت ليه لجنه الحكام ما راحتش الرابطه؟ لا 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 لا، لجنه الحكام دايما بتبقى تابعه لاتحاد الكوره، بتبقى تابعه اتحاد الكوره اه في كل الانديه في العالم وكل الانديه في العالم، لا تابعه مش كل الانديه، كل الاتحادات يعني الاتحادات لجنه الحكام بتبقى تابعه ولكن من حق رابطه الانديه ان هي تقول انا عايزه كذا واعمل كذا وتساهم في كذا وكذا وكذا، ولكن لكن يعني التبعيه المباشره، التبعيه المباشره دايما لاتحاد كره القدم. وخلي بالك ده دعم للاستقلاليه يعني، عشان ما يبقاش رابطه الانديه تبقى مثلا الرابطه هي الانديه، فبالتالي لا يمكن ان تكون ممكن الحكام تبع ليه استقلاليه لجنه الحكام. نعم؟ لكن يعني ممكن استقلاليه، لا يعني ممكن يبقى في استقلاليه ان هي تبقى زي الرابطه لوحدها. لا لا ما لا لازم يبقى في حد، ايوه بس هيبقى في لينك وتعامل يعني. هي حتى وهي لجنه تبع اتحاد الكوره لا استقلاليه طبعا، لا استقلاليه لانه لا المفترض ان يكون رئيس لجنه الحكام أيوة هو اللي يعني هو اللي بيتحاسب من اتحاد كره القدم. بالزبط. طيب يعني برضو سؤال مهم جدا، الدوري المصري وكلاسيكياته الحقيقه، هل يصمد المدرب المصري في الدوري او هل يصمد المدربين في الدوري المصري يعني حتى الاسبوع الخامس، ام هناك من وجهه نظر حضراتكم يعني توقعات بتغيرات خلال الفتره القادمه؟ شوف احنا حسب ما تعودنا اه والله حسب ما تعودنا هتقول ايه الفرقه اللي هتخسر ماتشين ورا بعض خصوصا في ظل هذا مدربها مهدد على طول، واخد بالك؟ وعلى فكره ده احيانا بيبقى استجابه طبيعيه، ما انت في فرق بتنافس او عايزه تنافس، لو خسر ثلاث ماتشات ورا بعض مشكله يبقى خرج من المنافسه. يعني احنا دايما نقول ايه، المدير الفني يجب أن يستمر لأطول فترة ممكنة، لكن في حالة أنه هو تعرض لأكثر من هزيمة انتكاسة سوء حظ فبيبقى التغيير ضروري صحيح، حتى لو الفرقة دي واخدة إيه، لكن برضو لو حصل أي إخفاقات متكررة بيبقى على طول في سرعة في اتخاذ قرار. الناس كلها مترقبه المشهد على فكره يعني انت لو تبص حتى احنا لسه الاسبوع الثاني ولسه في ماتشين بكره، فبرضه الرؤيه مش هتبقى واضحه في ناس، لكن بعد الثالث بقى والرابع والخامس بعد انا شايف انه الاسبوع الخامس السادس بالكثير، ما احنا بنقول خامس سادس خامس سادس بالكثير قوي، ممكن يبقى فيه واحد اثنين لكن ممكن بس كويس طبعا هيبقى فيه واحد اثنين على الاقل، لانه في برضه في بره من الناس منتظره برضه ايه دور منتظره دورها طبعا. لكن عاوز اقول لك يعني ايه لكن عاوز اقول لك ايه ال- 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 البدايه البدايه قويه، البدايه في جهد كبير، بدايه يعني جامده، وكان نفسنا يبقى فيه جمهور، لكن عادي خلاص احنا ارتضينا بالامر واقنا، لكن نتمنى يا كابتن في جزئيه واحده الماتشات الجماهيريه يعني لما يبقى فيه فرقتين جمهور عندهم جمهور افتح البوابه الاثنين، يعني اسمح بانه ده كلام خلي بالك ده في الصالح يعني صحيح. ده في الصالح العام صحيح. انا عندي فرقتين كبار هيلعبوا مع بعض ماشي، دي حاجات اللي هي الدربيات الصغيره والمنافسات، اسمح بان انا اسيب الجمهور امتع الناس واعمل شغل، هيبقى مشهد مختلف بدل التصوير الرايع ده مهدر في مدرجات خاليه وامر شيء صعب جدا. واعتقد انه يعني يمكن مع بدء الدراسة والجامعات والمدارس أعمل حاجة، أعمل لقطة، وإحنا تكلمنا وقلنا حضرتك هتناقش الموضوع ده، أتمنى يبقى في نظرة، قلنا الأسبوع اللي فات أتمنى يبقى في نظرة، في لابد من إعادة النظر وعمل بعض الاستثناءات أوكي. يعني زي ما قلنا لو في فريق شعبي جدا وجماهيره كبيرة هيلعب مع فريق من فرق المؤسسات، إيه المانع أنه يبقى فيه جمهور أكبر؟ ما هو هنا هيبقى جمهور واحد طبعا. خلي بال حضرتك يعني معظم هذه الاقتراحات احنا بنقولها ما احنا بنقولها عشان المسؤولين في 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 المسؤولين عن هذه الامور وتذكرتي والافريقيه، ما احنا بنقولها بيوصل لهم، وخلي بالك بيبقوا هم عندهم اقتراحات كثيره جدا وبيدوروا والله بجد الناس بتدور وبتشوف كويس هتعمل ايه خلال الفتره الجايه. استمتعت بيكم كالعاده يا استاذ جمال، شكرا جزيلا يا استاذ محمود، استمتعت بحضراتكم دائما اساتذتنا الكبار، الحقيقه بيبقى لهم دور زي ما حضراتكم شايفين، الكلام بيكون في كل المواضيع وبمنتهى العقل وبمنتهى الاخلاق زي ما احنا دايما متعودين على من يكون له دور
واساتذتنا سواء الاستاذ جمال او الاستاذ محمود يعني مش لهم دور، هم اساس الدور في الرياضه في مصر وفي النادي الاهلي الحقيقه. فانا بشكرهم دائما كالعاده، وبشكر طبعا الاستاذ جمال والاستاذ محمود على وجودهم معنا النهارده. الف شكر. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.